السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير. أهلا بكم في عدد جديد من برنامج هذا الصباح، يأتيكم مباشرة عبر الإخبارية للتلفزيون الجزائري وتتابعون فيها ثقافة التبرع بالدم ودور الحملات التحسيسية في استقطاب المتبرعين، موضوع سنناقشه في هذا الصباح. وزارة التجارة تضع إجراءات جديدة حيز التطبيق من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وضمانا لدخول مدرسي ناجح. في البرنامج لنا وقفة عند الحملة التحسيسية للسكن والإسكان التي تطلقها وزارة الصحة. وفي قطاع التعليم العالي نفتح نافذة لنتعرف على منصة مهنتي وما الذي تقدمه من خدمات. ما هي المخططات السنوية للتعلم والتقويم البيداغوجي وتأثيرها على التحصيل المعرفي، وكيف يستفيد التلميذ من إجراءات تخفيف المحفظة وتوفر الألواح الإلكترونية؟ محاور نتطرق إليها مع ضيفة البرنامج المفتشة بالتعليم المتوسط. كل هذه المواضيع مشاهدينا تتابعون تفاصيلها عقب هذه الإطلالة لتوقعات أحوال الطقس. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. وأخيرا تراجع محسوس لدرجات الحرارة خلال نهار اليوم نحو السواحل الوسطى وكذلك الغربية، بينما تبقى الحرارة مرتفعة نحو المناطق الشرقية. فيما يخص حالة السماء ستبقى مغشات على العموم وشبه رعدية بسواحل، نفس الأجواء تقريبا بالمناطق الداخلية، لكن أمطار رعدية مرتقبة بمنطقة الأوراس وهذا خلال الظهيرة. كما ستشتد الرياح نحو المرتفعات الغربية تعمل على تطاير بعض الرمال. المناطق الجنوبية ستشهد أجواء مشمسة على العموم عدا بأقصى الجنوب، ستنشط بعض الأمطار الرعدية، كما ستنشط أيضا بعض الزوابع الرملية المحلية بأقصى الجنوب الصحراء الوسطى إلى غاية منطقة الواحات. الحرارة خلال فجر نهار اليوم كانت دافئة ومرتفعة خاصة بتيزي وزو والمسيلة، وصلت إلى 29 درجة على مقياس سجل جنوبا بمنطقة الواحات وأقصى الجنوب 30 درجة. أما خلال ظهيرة اليوم وكما سبق الذكر، الحرارة القصوى ستعرف تراجع نحو المناطق الوسطى، إذن 33 درجة فقط منتظرة بالعاصمة خلال نهار اليوم، في حدود 30 درجة فقط بوهران، لن تتعدى 29 درجة بتيني، تبقى مرتفعة بالمناطق الداخلية 37 درجة بإغليزان تيزي وزو، تصل إلى 41 درجة ببوسعادة والمسيلة، وتبقى مرتفعة بسواحل الشرقية والمناطق الداخلية الشرقية لتقارب 42 درجة بسكيكدا قسنطينة وميلا، نفس المقياس جنوبا بمنطقة الواحات 45 درجة ستسجل كأعلى مقياس بالصحراء الوسطى، وتبقى أجواء حارة تميز كافة مناطق الجنوب الكبير عدا بمرتفعات الهوغار وتاسي، ستتراوح ما بين 35 إلى 38 درجة. فيما يخص البحر خلال نهار اليوم بإذن الله، إذن البحر سيكون قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي، الرياح من ضعيفة إلى معتدلة تشتد خلال الظهيرة نحو السواحل الوسطى لتقرب 50 كيلومتر في ساعة، الاتجاه سيكون من غربي إلى جنوبي غربي، ودرجة حرارة مياه البحر تبقى دافئة تقرب 25 درجة مئوية. جولة خاطفة إلى بعض عواصم شمال قارة أمريكا خلال نهار اليوم، الأجواء ستكون غائمة جزئيا بموريال مع 20 درجة، نفس الأجواء بفانكوفر 22 درجة مئوية، أمطار رعدية مرتقبة بميامي مع 31 درجة، نفس الأجواء بمكسيكو لكن مع 23 درجة، وتكون مشمسة على باقي العواصم لتقارب الحرارة 27 درجة بكاليفورنيا وواشنطن، وترتفع إلى 33 درجة على مقياس بدالاس. أما عن وقت غروب الشمس نهار اليوم على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 6 مساء و57 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، طاب يومكم ودمتم في أمان الله. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد في برنامج هذا الصباح الذي يأتيكم على مدار 3 ساعات من الزمن وإلى غاية تمام 11 صباحا بفقراته وأركانه الخدماتية والمستهل بقطاع التجارة. تزامنا والدخول المدرسي، أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات عن افتتاح على مستوى مختلف ولايات الوطن عددا من أسواق الرحمة لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار تنافسية. لمزيد من التفاصيل حول الموضوع يسعدني استضافة مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة بوزارة التجارة وترقية الصادرات السيد أحمد مقراني، حاضر معنا. أهلا بك سيدي، شكرا على تلبية الدعوة. صباح الخير وشكرا على الاستضافة، وصباح الخير لكل مشاهدي القناة الوطنية. شكرا. إذن إجراءات جديدة اتخذتها وزارة التجارة وترقية الصادرات من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، ضعنا في الصورة سيد مقراني وتفاصيل هذه العملية. شكرا. على كل حال، مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات وحرصا منها على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة للأولياء على مقربة من دخول المدرسي، تم اتخاذ العديد من الإجراءات. هذه الإجراءات الاستباقية تم الشروع فيها منذ شهر جوان مع بالتنسيق مع السيدات والسادة الولات من أجل تحديد المواقع تاع الأسواق الجوارية المخصصة لبيع الأدوات المدرسية وكذلك الكتب المدرسية. والحمد لله الإجراءات الاستباقية هذه سمحت باش ينطلقوا هذه الأسواق يعني منذ الفتح من شهر سبتمبر وتدوم إلى غاية 30 سبتمبر، وتشهد يعني على مستوى الوطني هي أسواق موزعة على 58 ولاية. الأسبوع الأول كان تقريبا 64 سوق ليصبح اليوم تقريبا 76 سوق على المستوى الوطني. الهدف منها كما تفضلتي هي الحفاظ على القدرة الشرائية من خلال المساهمة كل المستوردين وكل المنتجين الوطنيين وكذا تجار الجملة والتجزئة في هذه العملية التي نعتبرها على مستوى دائرتنا الوزارية بأنها عملية تضامنية وطنية قبل كل شيء، لأنها تتزامن مع الدخول المدرسي ومع ما يعرفه العالم من ارتفاع في أسعار سواء المواد الأولية أو خاصة المواد الأولية وكذلك المواد الموجهة للبيع على الحال. بالرغم من هذه الزيادات تم إقرار العديد من الترتيبات مع كل المتدخلين من أجل ضمان أولا وفرة المنتوجات على المستوى الوطني وكذلك البيع بأسعار تنافسية كما تفضلتي. إذن كما تفضلت وقلت 76 سوق موزعة على 58 ولاية، العملية تستمر إلى غاية نهاية سبتمبر، هل يمكن تمديد الأجال سيد مقراني؟ نحن نتابع ونرافق كل المتدخلين من مستوردين ومنتجين وتجار الجملة على مستوى هذه الأسواق، والحمد لله يعني الملاحظات منذ تدشين هذه الأسواق لاحظنا إقبال كبير على المستوى الوطني من مختلف الفئات خاصة الأولياء التلاميذ، حيث من ناحية الوفرة يعني اطمأنينا المشاركة تاع كل الإخوة المتدخلين في تموين السوق بالمواد المدرسية والكتب المدرسية وحتى الألبسة يعني المآزر. يعني لاحظنا الشيء اللي يميز هي الوفرة. أولا تم تحديد تم يعني ضمان الوفرة نتاع المنتوجات على المستوى هذه الأسواق، وبالتالي هذه الوفرة سمحت يعني بإقبال كبير نتاع المواطنين، وحنا رانا نرافقوا في العملية حتى وإن استدعت الضرورة تمديد من يعني المدة نتاع هذه الأسواق اللي حددناه احنا من الفاتح الى 30 سبتمبر، سوف تتخذ الاجراءات يعني بكل اريحيه لتمديد هذه الاسواق يعني كلما كان طلب على مستوى الولايات المعنيه.
مفهوم. هناك أيضا عملية أخرى متعلقة ببيع الكتاب المدرسي وهي على شكل معارض أشرت إليها قبل قليل، نريد الآن التفصيل في هذه العملية، عملية بيع الكتب المدرسية أيضا، وأين تقام هذه المعارض؟ حقيقة نحن أشركنا الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية في هذه العملية الوطنية، ولاحظنا على مستوى الأسواق المساهمة الكبيرة، هم مشكورين على كل حال مصالح هذا الديوان، وبالتالي ساهموا لأنها اتخذت من قبل الإجراءات لتمكين كل المؤسسات المدرسية بمختلف أطوارها بمدها بهذه الكتب، لكن هذه الأسواق كانت فرصة أخرى لكل الأولياء باش يقتنيوا مباشرة جميع الكتب بالأسعار الأسعار المحددة من طرف الديوان، يعني بأسعار يعني جد مقبولة للأولياء، وبالتالي لاحظنا يعني إقبال، والحمد لله ما في بعض السنوات اللي فاتت كنا نلاحظوا ما كانش الكتاب الفلاني الكتاب نتاع المادة الفلانية، اتخذ الديوان كل التدابير لتوفير هذه الكتب، يعني باش كل تلميذ يدي الكتب نتاعو اللي تشمل كل المواد وكل يعني لي ماتير تاع اللي يقراهم الطفل، يعني سواء في الابتدائي او المتوسط او الطور الثانوي. سيد مقراني، اين تقام هذه المعارض حاليا، وهل هي موزعه ايضا عبر كل التراب الوطني؟ هي قلت لك شرعنا في التحضير بالتنسيق مع السيدات والساده الولات منذ شهر جوان، وحنا ارتئينا رفقه السلطات المحليه والمجموعات المحليه على مستوى 58 في الولايه على إقرار يعني نظام تحت إنشاء هذه الأسواق على مستوى مقرات الولايات وفي مناطق تكون يعني يسمح للمواطنين بالوصول السهل، وحنا رحنا حتى بعيد درنا عمليات تنسيق على مستوى الولايات ويتم تنسيق مع قطاع النقل مع مديريات النقل على مستوى الولايات لتوفير يعني حتى وسائل النقل المحلية للمواطنين لتسهيل يعني الناس اللي ما عندهمش حتى السيارات، يعني دارت عمليات تضامنية مع مديريات النقل باش يساهموا في هذه العملية الوطنية باش المواطنين يوصلوا اللي ممكن بعض الولايات اللي يكون هي في مجملها يعني راهي في وسط المدينة، لكن في بعض الولايات ممكن تكون نقولوا مجبودة شوي، وبالتالي خذينا بعين الاعتبار هذا الجانب وتم تنسيق مع السيدات والسادة مدراء النقل على مستوى الولايات باش يساهموا في هذه العملية باش يوصلوا المواطنين لكل هذه الأسواق اللي حقيقة تشمل 58 ولاية على المستوى الوطني، بلغ عددها 76، يعني باش نقولوا كاين بعض الولايات اللي يعني قدروا ينظموا 2 إلى 3 أسواق، وهذا الشيء مليح، يعني احنا خلينا المبادرة للمجموعات المحلية بالتنسيق مع مدراء التجارة للولايات، إذا كان فيها إمكانية باش يندارو 2 ولا 3 أسواق معليش، المهم باش تكون أسواق فيها يعني كل الأدوات المدرسية فيها كل المستلزمات، وين يجي المواطن يلقى كل يعني ما يستحق في الدخول المدرسي من كتب مدرسية، مستلزمات، أدوات مدرسية، أدوات مكتبية، المآزر، إلى يعني كل ما يحتاجه التلميذ، والحمد لله احنا رانا نقيم العملية كل يوم عبر 58 ولاية، والحمد لله يعني الأصداء لقات الأسواق في أغلب الولايات يعني إقبال كبير، ولقات يعني حتى الأسعار احنا رحنا بعيد، يعني باش نعلمك الاخت الفاضله باللي مصالح وزاره التجاره لما تكون عمليات البيع بالتخفيض ولا البيع الترويجي هناك رخصه، تما ما تقدرش تدير البيع بالتخفيض ولا البيع الترويجي بدون الرخصه تاع مديريه التجاره، لكن احنا بمناسبه هذه العمليه الوطنيه التضامنيه استثنينا يعني المتعاملين الاقتصاديين سواء المستوردين أو المنتجين أو تجار الجملة والتجزية من إلزامية الحصول على هذه الرخصة، يعني استثنائيا بهذه المناسبة باش يقدروا يديروا عمليات البيع بالتخفيض والبيع الترويجي، وحنا رحنا بعيد في العملية هذه رخصنا حتى للمستوردين
ولا المنتجين الوطنيين تاع الادوات ولا الكراريس باش يديروا عمليات البيع المباشر استثنائيا بمناسبة هذه العملية الوطنية. سنعود إلى كل هذه النقاط، ولكن أدعوك الآن السيد أحمد مقراني لمتابعة هذه العينة من ولاية ورقلة حول معرض الأدوات المدرسية. الروبورتاج لنسيمة جوجيلة. سوق تضامنية للأدوات المدرسية والكتب المدرسية وكتب الدعم، أطلق عليه سوق الرحمة، حتى الرحالة بدار الصناعات التقليدية والحرف بورقلة. بربي إن شاء الله عندنا جودة مليحة وأسعار إن شاء الله نقول عليها تنافسية إن شاء الله مقارنة مع المحيط الخارجي إن شاء الله. حاولنا ندير سعر موحد يرضي كل كافة المواطنين ويكون بمقدورة المواطن البسيط. المبدأ الأساسي لهذه السوق التضامنية هو الأسعار اللي راح تكون معقولة وفرق بينها يعني الأسعار اللي راح تكون على مستوى المحلات التجارية. منتوجات متنوعة من ناحية الشكل واللون والجودة، إرضاء لرغبة الزائر عروض كثيرة وأجنحة عديدة لتسهيل العرض. ستيلو تلقى منه 10 موديلات، أي حاجة كان بلا كونتيتي ولي موديل، بإذن الله إن شاء الله موفرين كلش هنا. الأسعار راهي متواضعة والمعرض مريقل، ما شاء الله السلعة كاينة متوفرة، كل خير كاين. سوق الرحمة الذي يدخل ضمن الجانب الاجتماعي لمساندة محدودي الدخل في ظل فرض المنتجات الخاصة بالدخول من أدوات مدرسية، قرطاسية، مآزر وكل ما يستلزمه التلميذ من أجل تقديم أسعار تنافسية. تظاهرة تضامنية لاقت استحسانا من قبل المشاركين والزائرين على حد سواء، ففضاء بيع الأدوات المدرسية نقطة للعرض وفق ما يتلائم والمتطلبات. كان في مستوى في الحقيقة من حيث الأدوات، من حيث المعامل، من حيث الاستقبال، كل الأمر كان في مستوى. ويبقى التحصيل العلمي هو الهدف الرئيسي الذي ينبغي التركيز عليه، فالأدوات المدرسية تبقى وسيلة مساعدة. إذن كما قالت الزميلة نسيمة جوجيل، تظاهرة تضامنية لاقت استحسان عدد كبير من المواطنين، الكميات موجودة وحتى الاختلاف والتنوع في السلع من خلال الأدوات المدرسية، المآزر وحتى الملابس والكتب. حدثنا سيدي، كيف تم توفير كل هذا الكم وهذا التنوع من السلع؟ حقيقة هذه المعاينة يعني ننقلها بكل أمانة، يعني شكرا على الإخوة اللي داروا الروبورتاج. وهذه العينة ما هي إلا عينة من ولاية من ولايات الجزائر الحبيبة وهي ولاية ورقلة، ونفس المعاينات يتم ملاحظتها في أغلب الولايات. وهذه الوفرة جاءت بفضل المجهودات نتاع الدولة، حيث شرعت يعني وزارة التجارة في اتخاذ العديد من وزارة التجارة وترقية الصادرات في اتخاذ إجراءات استسباقية ليعلم الجميع أن المنتوجات المدرسية في أغلبيتها مستوردة، يعني تقريب 70% يتم استيرادها. وبالتالي احنا خذينا احتياطاتنا، حيث قمنا بتسليم رخص الاستيراد ل 58 مستورد يعني قبل يعني مدة تقريب يعني في شهر أبريل، وين مدينا للرخص هذه باش نمكنوا المستوردين باش يديروا الطلبات نتاعهم ويحضرونا. والحمد لله السيد الوزير أشرف شخصيا على استقبال الجمعية الوطنية لموزعي ومستوردي المواد المدرسية، أدوات المدرسية قيد التأسيس، واستقبل كذلك جمعية المنتجين الوطنيين خاصة تاع الكراريس اللي عندنا اكتفاء ذاتي الحمد لله، واستقبل كذلك الأمانة الوطنية للاتحاد العام للتجار الحرفيين الجزائريين، يعني باش يحث كل هالمتدخلين باش ينقصوا من هامش الربح نتاعهم حفاظا باش يساهموا في الحفاظ على القدرة الشرائية للأولياء. بالنسبة للمستوردين أخذوا الرخص في الأجال يعني كافية باش تدخل، ودخلت حتى الأسبوع الأول نتاع سبتمبر أكثر من 60% من طلبيات، وحنا وعدونا باللي كل التدابير سوف تتخذ باش تدخل كل الشحنات من 20 سبتمبر، وبالتالي نحن مطمئنين من هذا الجانب من ناحية الوفرة
تكون فيها يعني وفره، وحنا مدينا حتى تعليمات للمفتشيات الحدوديه لمراقبه النوعيه وقمع الغش على مستوى الولايه الموانئ، لان اغلب المواد تجي على الموانئ، باش يتكفلوا بسرعه بكل ملفات الاستيراد نتاع الادوات المدرسيه. وحنا قبل هذا الشيء ثاني تم اتخاذ تدابير تحفيزيه لصالح المستوردين، وهي استثنائهم من العمليه نتاع يحطوا الاموال تاعهم 120% لمده 30 شهر 30 يوم يعني لمده شهر، هكا باش نسهلوا عمليه التوطين يعني في الحال تندار. والحمد لله مشات العمليه، والوفره تاع المنتوجات ملاحظه يعني على مستوى كل الولايات. جيد، هذا فيما يخص الإجراءات الخاصة بالمستوردين والتسهيلات المقدمة لهم. كيف كانت سيد أحمد مقران ردة فعل التجار الذين شاركوا وانخرطوا في هذه التظاهرة التضامنية؟ حقيقة المواطن الجزائري والمتعامل الجزائري عنده الروح الوطنية والحس الوطني، وبالتالي عودونا الحمد لله من خلال لقاءات سيد الوزير مع كل المتعاملين لمسنا يعني إيجابية كبيرة، يعني تجاوب كبير من طرف هؤلاء المتعاملين. والحمد لله لاحظنا يعني وعدونا وكانوا عند وعدهم، وين داروا يعني التخفيضات من هامش ربحهم مساهمة في هذه العملية الوطنية. وكما لاحظت في الروبورتاج حتى التجار ولا حتى المواطنين يعني كل عبروا على ارتياحهم يعني للعملية التضامنية، وحنا لاحظناها على مستوى بعض الأسواق هنا في المستوى على مستوى المنطقة الوسط. يعني حقيقة لمسنا انخراط كبير يعني في هذه العملية، وهذه فرصة باش نشكرهم يعني كما عودونا المتعاملين الاقتصاديين في كل المناسبات الوطنية، والشكر كبير لتجاوب نتاع كل المتدخلين في هذه العملية. جيد، السيد أحمد مقراني، وزارة التجارة وترقية الصادرات تراقب كل المنتجات التي تدخل السوق الوطنية، كيف تتم هذه العملية على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات؟ نحن على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات نتكفل بالعديد من المحاور اللي تهم صحة المستهلك وأمن المستهلك والقدرة الشرائية تاع المستهلك. وبالتالي مادام رانا نتكلم على الأدوات المدرسية، نشير فقط حفاظا على صحة الأبناء نتاعنا، مصالح وزارة التجارة أخضعت كل المستوردين لرخصة مسبقة، يعني قبل رخصة الاستيراد هذه تخضع كل المنتوجات، ما مش كل يعني كل حوالي 14 مادة اللي عندها احتكاك مباشر مع التلاميذ تخضع لرخصة مسبقة تسلم للمتعامل الاقتصادي سواء المستورد أو المنتج على المستوى الوطني. هي رخص مسبقة لإنتاج أو استيراد أو توظيف هذه المنتوجات. الرخصة هذه فيها ملف تقني يحتوي على كل يعني المعطيات المتعلقة بنوعية المنتوج ومدى استجابته للمقاييس يعني التي تخصه، وتخضع هذا الملف بما فيه تحاليل المخبرية نتاع جميع المنتوجات المعنية، تخضع لدراسة معمقة من طرف اللجنة العلمية التقنية المتواجدة على مستوى المركز الوطني لمراقبة النوعية والرزوم الكاك على مستوى العاصمة هنا، تخضع إلزاميا إلى دراسة معمقة. ولما تكون الملفات نتاع المستوردين ولا الصناعيين منتجين تستوفي الشروط تسلم الرخصة هذه المسبقة. الهدف منها هو باش نضمنوا سلامة هذه المنتوجات، لأن ما يخفاكش حتى في إطار تطهير التجارة الخارجية اللي هي من أبرز محاور برنامج عمل وزارة التجارة وترقية الصادرات، أنا نقول لك كانت أكثر من 350 رخصة تسلم فيما سبق، تقريبا حوالي أكثر من 250 مستورد. لكن لما دخل حيز تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي
رقم 21-94 اللي أطر عمليات الاستيراد للمواد الموجهة للبيع على الحال، تم إقرار دفتر شروط صارم يعني باش يبقاو الهدف من هذه العملية يبقاو غير المهنيين. يعني تم خفض عدد المستوردين سيد أحمد مقراني. حقيقة من تقريب العدد اللي كان يتراوح 250 اليوم أصبح 58 اللي تحصلوا على هذا الرخص، وهذا الهدف ممكن يطلع الرقم يعني. هل يدخل هذا في إطار ضبط السوق الوطنية وتطهيرها من وبقاء المهنيين فقط على حد قوله؟ هذا ما نصب له، لأنه فيما سبق لا يخفى على حد ووجود بعض الأدوات المدرسية اللي كانت تشكل حتى خطر. بالنسبة نعطيك مثال، أغلفة لكوفرتير تاع الكراريس ولا الكتب فيها يعني أثبت التحاليل فيها كميات يعني أكثر من المقاييس لمادة الرصاص أو المواد الكيميائية اللي ممكن تشكل خطر. وبالتالي التنظيم اللي عادة النظر في كيفية تأطير عمليات التجارة الخارجية اسمح هذا جزء برك، هذا استنفولي برك تاع الأدوات المدرسية ليعمم على جميع المنتوجات. احنا إعادة تأطير نشاطات تجارية، إعادة ترميز النشاطات التجارية نتاع الاستيراد، لأنه فيما سبق تلقى كاين سجل تجاري واحد فيه 40 نشاط، يجيب اليوم الألبسة، غدوة يجيب الأدوات، غير غدوة يجيب الصباط. وهو ما نتابعه سيد أحمد مقراني خلال رمضان. نعم، وهو ما نتابعه خلال رمضان من خلال التحول في الأنشطة. حقيقة هذه ثاني خذينا كل الاحتياطات باش الناس يبقاو غير المهنيين. هو الهدف نتاعنا التخصيص نتاع عمليات الاستيراد خاصة المستوردين باش يكون مستورد مهني، نقضيو على الاستيراد العشوائي اللي كان ملاحظ خلال السنوات الفارطة واللي كلف الخزينة العمومية أموال باهظة، وهذه تدابير أعطت ثمارها رانا نشوفوها في الميدان حقيقة. وين يبقاو غير المهنيين؟ من جهة نضمنوا هناك مهنيين نسقوا معهم باش يضبطوا عمليات تموين السوق بمختلف المنتوجات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نضمنوا باللي المنتوجات اللي تدخل يعني تكون منتوجات مطابقة. وإحنا بالإضافة إلى الرقابة القبلية هذه هناك رقابة بعدية، نتوفر حاليا على عدد كبير من المخابر بما فيها المخابر التي تم اعتمادها من طرف الجيراك هيئة الاعتماد الجزائرية. عندنا اليوم تقريب 8 مخابر راهي معتمدة يعني تحاليل تاعها يعترف بها على المستوى العالمي. وبالتالي الدولة وفرت كل الأدوات وكل الإجراءات باش المخابر تاعنا تكون مخابر تمكن من المشاركة في مراقبة مطابقة المنتوجات سواء المستوردة أو المنتجة محليا، ومحاربة كل أنواع الغش والتحايل في نوعية مختلف المنتوجات. مفهوم. وفي هذا الإطار سيد أحمد مقراني، العديد من المستوردين طلب منهم في إطار قانون الاستثمار الجديد التحول نحو الإنتاج الوطني دعما للاقتصاد الوطني بطبيعة الحال. نتحدث عن بعض الأمثلة سيد أحمد مقراني. والله هذا ما تصب إليه السلطات العمومية، لأن الاستيراد قلت لك كلف السنوات الماضية يعني فاتورة ضخمة. وبالتالي عملية تأطير التجارة الخارجية هذا هدف يعني سطرته وزارة التجارة وترقية الصادرات باش المنتوجات اللي نحتاجوها حقيقة كما أكد سيد رئيس الجمهورية في عدة مناسبات نجيبوا المنتوجات اللي ما عدناش، معليش ما نقدروش ننجو كل شيء، لكن نستوردوا المنتوجات يعني حفاظا على المنتوج الوطني، لأن اليوم نفتخر سواء المواد الغذائية ولا المواد الصناعية ولا المواد التجميل ولا مواد التنظيف. الجزائر تحوز على منتجين وينجو مواد أصبحت تضاهي المنتوجات الدولية، ورانا نلاحظوا حتى المنتجين راهم يصدروا بصفة دورية لكل الدول بما فيهم. درك رانا دخلنا في عهد جديد مع اتفاق المنطقة الحرة الإفريقية زليكاف، الدولة الجزائرية دارت كل تسهيلات
باش نشجعوا عمليات التصدير بعد ما كنا غير الاستيراد في السنوات الفارطة. الآن الأولوية تعطى لتشجيع التصدير خارج المحروقات. ولاحظنا إجابة على سؤالك الذي تفضلتم به من حيث تشجيع المنتجين الوطنيين على تحويل نشاطهم من الاستيراد إلى التصنيع، الإنتاج الوطني، إلى الإنتاج، لأنه لا يخفى على حد أن مع دخول قانون الاستثمار حيز التنفيذ، لا سيما مع ترقب صدور النصوص التطبيقية في الأيام القليلة القادمة، بإمكان هذا المستوردين، وطلب السيد الوزير شخصيا خلال اللقاء اللي جرى منذ حوالي 10 أيام باش يخموا، ولقينا تجاوب كبير من بينهم بعض المتعاملين الحمد لله شرعوا حقيقة. نعطيك أنا أمثلة، الأغلفة كما لي كوفرتور، كاين متعامل في باتنا، كاين متعامل ثاني يخدم العجينة تاع الأطفال باتا مودلي، وبالتالي هذه عينات نتمناو تتوسع العملية اللي تشمل يعني أكبر عدد، خاصة احنا رانا مطمئنين من ناحية الكراريس، عندنا اكتفاء ذاتي، عندنا منتجين يعني رام ينتجوا حتى يصدروا في بعض الأحيان المنتوجات تاعهم، وهذا الهدف اللي نصبوا إليه باش ترجع يعني كل المنتوجات، يعني أغلب المنتوجات ماذا بينا تكون منتوجات وطنية تستجيب للمقاييس وتكون سلعة قابلة للتصدير، كما هو الحال حاليا مع العديد من المنتوجات التي تصدر سواء للدول الأوروبية أو العربية أو الإفريقية. وما الفاتورة تاع التصدير اللي لحقت تقريبا 5 ملايير دولار العام اللي فات، والسنة نراهن على فاتورة تقريبا 7 ملايير دولار، وهذا الشيء شجع يعني درجة بدرجة كما نقولوا نلحقوا لها إن شاء الله. والجزائريين يعني عندهم كل الإرادة، المتعاملين الاقتصاديين عندهم كل الإرادة وكل الخبرة باش ينخرطوا في هذه العملية، والسلطات العمومية ترافقهم. احنا على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات نرافقوا الإخوة المصدرين في عمليات التصدير، حيث نقوم بتعويض تكاليف النقل البضائع نتاعهم بنسبة 50% تشجيعا لعمليات التصدير. يعني للمتعامل عنده فاتورة نقل 100 مليون سنتيم، الدولة تتكفل ب 50 مليون سنتيم باش تشجعهم في عمليات التصدير. كذلك نرافقوهم في المشاركة في المعارض الدولية أو المعارض الوطنية باش يعرفوا المنتوج الجزائري. تتكفل كذلك الدولة وزارة التجارة وترقية الصادرات بكل عمليات المتعلقة بإعداد المطويات وكل الآليات نتاع الإشهار تاع المنتوجات، هذا مساهمة من قطاع التجارة في ترقية الصادرات خارج المحروقات. جيد، هذا في إطار الاستيراد. نتحدث الآن سيدي عن الإجراء الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية بخصوص تحديد قائمة الأدوات المدرسية، هل هذا سيساهم في ترشيد وعقلنة الاستعمال؟ والله احنا ثمنا على مستوى القطاع المبادرة تاع وزارة التربية، يعني حقيقة لأن لاحظنا هذه العادة، المستهلك الجزائري عنده قابلية الاقتناء المفرط اللي لاحظناها، يعني مش غير في المواد الغذائية الأساسية، يعني هذه المبادرة يعني مدروسة، يعني جد مدروسة لاتخذها قطاع التربية، وهي تحديد القائمة تاع الأدوات المدرسية للأطفال. هذه تساهم حقيقة في ترشيد وعقلنة عمليات اقتناء الأدوات المدرسية، لأنه فيما سبق نشريه، يعني المواطن الجزائري يشري الأقلام بعدد كبير، الكراريس، وبالتالي تحديد هذه القائمة ساهم وسيساهم إن شاء الله يعني في عقلنة وترشيد، حتى يمنع المضاربة في الأسعار. حقيقة نحن بالمرصاد يعني عندنا أكثر من 8000 عون على المستوى الوطني يسهروا على ضبط السوق بمختلف المنتوجات ومحاربة كل أشكال المضاربة، لأنه السيد رئيس الجمهورية لما أقر هذا القانون تاع المضاربة راه جاء تبعا لتكرار العمليات اللي تخص خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع، والآن أصبحت العقوبات جد شديدة. لاحظنا في بعض المواد وين للأسف بعض أشباه التجار لازالون
يلجؤون يعني الى التخزين الغير الشرعي والى القيام اللجوء بعمليه المضاربه، لكن القانون صارم الان وكل واحد يتحمل مسؤوليته. احنا درنا عمليات تحسيسيه على مستوى 58 ولايه باش نوعي ونحسوا كل المتعاملين بالتنسيق سواء مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ولا مع قطاع الفلاحه عن طريق مديريات الفلاحه، باش كل المتعاملين الاقتصاديين يصرحوا بالمخازن تاعهم. لما يتم التصريح بالمخازن نتاعهم يكونوا في منأى عن المتابعات، وهذا يعني يدخل في إطار سياسة مكافحة كل عمليات المضاربة الغير مشروعة اللي ممكن يلجأ لها يعني بعض تجار المناسبات. نذكر فقط سيد أحمد بقراني أن عملية بيع الأدوات المدرسية، الكتب المدرسية وحتى الألبسة على مستوى أسواق الرحمة والمعارض متواصلة إلى غاية نهاية شهر سبتمبر بحول الله. إن شاء الله، هذا هو الهدف. احنا سطرنا منذ شهر جوان بالتنسيق مع السيدات والسادة الولاد باش تكون العملية الشهر حتى 30 سبتمبر، لكن كما سبق وان قلت احنا رانا مستعدين لاتخاذ كل تدابير إن أقتضى الأمر تمديد هذه الأجال سوف تتخذ كل الإجراءات، وعدنا تنسيق مباشر مع كل المنتجين والمستوردين اللي نشكرهم مرة أخرى باش يزيدوا يستمروا في هذه السوق. هذا بالإضافة إلى تدعيم التمويل من طرف المكتبات الأخرى والفضاءات التجارية الأخرى، تجار تجزئة، هذه ما هي إلا أسواق يعني باش تساهم يعني بشكل كبير في توفير هذه المنتوجات للأولياء. شكرا جزيلا لك سيد أحمد مقراني على كل هذه التفاصيل المقدمة. أنتم مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة بوزارة التجارة والترقية. شكرا. العفو. إذن مشاهدينا أدعوكم الآن لمتابعة هذا الروبورتاج حول مركز تصفية الدم بولاية أترار. تستقبل هذه العيادة المختصة في تصفية الدم المرضى من كل أنحاء الجنوب الجزائري، وهذا لاحتوائها على أجهزة تقوم بتنقية الدم من المخلفات والأملاح والسوائل عندما تصبح الكليتان غير قادرتين على أداء وظيفتهما كما ينبغي. الفكرة تاع التصفية هي الدم يخرج من جسم المريض يدخل آلة التصفية، آلة التصفية تقوم بتصفية الدم ونفس كما نقولوا مسار واحد آخر يرجع الدم المصفى إلى داخل جسم المريض. مركز تاعنا يستقبل تقريبا 60 مريض، كل مريض عنده الآلة الخاصة ديالو، الحصة تدوم ربع سوايع، المريض يصفي 3 خطات في الأسبوع. عندي الضغط وعندي السكري هو اللي وصلنا للقصر الكلوي هذا. راه النينجا هذا راه شوية لاباس، أرخف شوية على الضغط على المستشفى. ومع نمو الكثافة السكانية في المنطقة تتزايد الحاجة إلى الخدمات الصحية. لهذا تقوم هذه العيادة المختصة في طب النساء وجراحة الأطفال بالمساهمة في تلبية حاجيات المواطنين من الخدمات الصحية، فاحتوائها على غرف للتوليد ومختبرات للتحاليل يخفف الضغط على المستشفيات. عندنا كاع لي زاباري، عندنا هرمونو بيوشيمي اي ايماتولوجي. في المستقبل ان شاء الله نزيدوا اينيتي جديدة على باكتيريا. العيادة فيها 20 سرير بالنسبة للمرأة الحامل و المرافقة المرأة الحامل من بداية الحمل حتى الولادة. ما يخص المراقبة الصحية، لأن عندنا مفتشين على مستوى مديرية الصحة والسكان يقومون بالمراقبة نتاع هذه العيادات، وكذلك نعاونهم فيما يخص، لأنه احنا عندنا المريض واحد سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص، نعاونهم فيما يخص صيانة المعدات إن أوجب ذلك. جهود متضافرة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص في مجال الصحة، والهدف الأساس تطوير القطاع وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.
هذه الإنجازات تعرض عليكم يوميا من خلال هذه الأعمال على شاشة القناة الإخبارية للتلفزيون الجزائري الذي يواكب أفراح الجزائر. التلفزيون الجزائري، صورة الجزائر. متواصلون معكم مشاهدينا إلى غاية تمام 11 صباحا في برنامج هذا الصباح. اليوم نسلط الضوء على ثقافة التبرع بالدم وأهمية الحملات التحسيسية والإعلان في استقطاب المتبرعين وإنقاذا لحياة الأشخاص. لإثراء النقاش حول هذا الموضوع ولمزيد من التفاصيل يحضر معنا في الاستوديو كلا من الممثل عن الوكالة الوطنية للتبرع بالدم السيد سفيان كيري. ورحب بكم. صباح الخير سيدتي. صباح الخير لكم مشاهدينا. أهلا بكم. ومعنا أيضا المتبرع الدائم بالدم السيد سفيان بن عمارة. أهلا وسهلا بكم معنا. شكرا ومرحبا بنا عندكم. شكرا. إذا أبدأ معك السيد سفيان كيري من مفهوم وتعريف ثقافة التبرع بالدم. صباح الخير مرة أخرى وشكرا على هذه الاستضافة وهذا المجال المتاح لنا للتكلم دائما وأبدا على أهمية التبرع بالدم وبهذا السائل اللي نذكره ما عندوش بديل وما كاش يعني حتى تكنولوجيا أو مادة تقدر تعوضه وليستعمل في كدواء لفئات كثيرة من المرضى. فإذا شفنا على المستوى المجتمع الجزائري هل الثقافة موجودة أو الثقافة غير موجودة فهذا مصطلح يعني اللي راح يكون بصفة عامة نقدروا نتكلموا أنه على حساب المنظمة العالمية للصحة أنه باش يكون الدم متوفر لازم تكون 1% من المجتمع يكون هناك حوصلة تاع 1% من المجتمع تاع البلد. هنا إذا شفنا في الجزائر إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه كاين 45 مليون جزائري كيشوفوا في سنة 2021 كاين أزيد من 600 ألف كيس دم اللي تم جمعه واللي يمثل أكثر من 1% بالنسبة للمجتمع الجزائري. ولكن الإشكال ما هوش هنا، الإشكال أنه هذا السائل راهو عنده مدة حياة وعنده مدة استهلاك اللي ما نقدروش نخزنوه لمدة طويلة على مستوى بنوك الدم وما نقدروش نستحفظوا به لمدة طويلة، وهذا راح يخلق تذبذب في بعض الحالات في بعض المواسم مثل الموسم اللي كنا فيه يعني موسم الصيف اللي كان يشهد فيه ارتفاع حوادث المرور. نعم ارتفاع في حوادث المرور ونقص في مرافقة المتبرعين على مستوى مراكز حقن الدم اللي هذا راجع يعني الأماكن العمل تكون العمال في عطلة، تكون الجامعات مغلوقة، الأماكن العمومية تشهد درجة حرارة مرتفعة يعني حتى الديكوراج للمتبرع باش يتنقل إلى هذه الفضاءات، فراح يخلق هذا التذبذب. وهنا يعني تكون إشكالية وفرة هذا السائل. المشكل الثاني أنه فيه زمر مختلفة من شخص إلى آخر من مريض إلى آخر، وفيه بعض الحالات زمر نادرة جدا اللي هي كما في المجتمع الجزائري اللي تكلمنا على الزمر السلبية أو الزمر مثل الجروباج AB هي الزمر اللي ما شح نلقوها بكثرة. فهذا إشكال تاني راح يطرح إذا كان الدم يتوفر لازم يكون متوفر في الوقت اللي يطلب فيه الطبيب الدم، لازم تكون متوفرة الزمرة اللي يحتاجها المريض، ولازم يكون متوفر بالكمية اللي يحتاجها المريض. فهذه الإشكالية الثلاثة هي اللي تطرح هاد المشكلة على مستوى مراكز حقن الدم لوفرة هاد السائل. جيد. السيد محمد بن عمارة أنتم متبرع دائم بالدم، أحكي لنا على هذا التجربة وكيف ترسخت ثقافة التبرع بالدم لديك. بسم الله الرحمن الرحيم. نتذكر نتكلم يعني بالبساطة باش الناس والناس العاميين ولا الشباب يقدروا يفهموا يعني الرسالة توصل. نعم الرسالة توصل والبعد يكون صحيح. البداية تاعي أول مرة تبرعت بها في سنة 87 يعني راهي سنوات خمسة وأكثر من 35 سنة، وعدد التبرعات راني الحمد لله فت المئات المرة. أول مرة اللي تبرعت في سنة 87 حدث مرور فيها ضحايا. الإعلام هذاك الوقت ما كان غير الراديو والتلفزيون يعني الإعلام كان يوصل إذا نسمعوا المواطنين كامل يسمعوا قناة واحدة
تلفزيون ولا راديو. دوك الاعلام تمشى، كنا من الشباب اللي رحنا، ونتذكر اجمل الصوره اللي خديتها من هذاك اول مره تبرع هو الحنان تاع الممرض اللي دار لي العمليه. من بعد وليت نروح نزور المركز باش نشوف هذاك الاخ اللي نحالي الدم. ما كنتش نعرف البعد، كنا شباب 23 22 سنه، ما نعرفش البعد القيمه تاع الدم. نعرفوا الدم هو الحياه، بصح الفائده الكبيره ما عرفتهاش. بالتجربات باش نروح نزور هذاك الاخ الممرض باش ينحي لي الدم، ومن بعد كسبت هذيك المعلومه. يعني المراه اللي تزيد ولا حديث مرور ولا اي شيء، الحياه هو الدم، هي هو الدم. جيد. السيد سفيان كيري، السيد محمد بن عمارة تحدث عن نقطة مهمة وهي دور الإعلام. هنا نتحدث أيضا عن دور الحملات التحسيسية والإعلام جنبا إلى جنب، من أجل ترسيخ هذه الثقافة ومن أجل دعوة المواطنين إلى التوجه نحو مراكز التبرع بالدم. حقيقة يعني اليوم الإعلام شريك دائم وشريك وفي للوكالة في قضية التبرع بالدم، لأننا كلنا معنيين بالتبرع بالدم بهذه الثقافة. اللي نقدروا نكونوا يعني يكون ادنى شروط ونقدروا نكونوا كلنا متبرعين، يعني يكون السن ويكون الصحه نقدروا نكون متبرع، ولكن للاسف في اي وقت من الاوقات راح نقدر نكون من الفئه اللي تحتاج الدم. تكلمت على حوادث مرور، يعني نقدر نكون في اي لحظه يحدث حادث مرور وراح نكون محتاج الى الدم. يعني لو ستاتيو تاع هذه الحاله تكون الحاجه الى الدم استعجاليه، ماسه واستعجاليه وما تستناش. كي تكون في بعض الحالات عندنا حالة طوارئ في بعض الحالات مثل امراض النساء والتوليد في العمليات القيصريه تكون مبرمجه او عمليه جراحيه مبرمجه. هنا يعني كاين الوقت باش المركز حقن الدم يوجد روحه. في بعض الحالات ما يكونش كاين الدم نقدروا نشوفوا نتوجهوا الى هناك نداءات ايضا توضع على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. نحن نراها في كل مره. نعم، على مواقع التواصل الاجتماعي، على طريق الاعلام، عن طريق المساجد. فتكون يعني تحضير في الحالات الاستعجاليه، ما كاش الوقت. يعني القضيه قضيه دقائق اللي يتوفر فيه الدم باش تنقذ حياه الشخص اللي راهو في هذه الحاله. فالاعلام راهو مواكب الوكاله الوطنيه للدم، وكل الشركاء بصفه عامه كذلك الجمعيات والشركاء يعني الشركات وغيرها لترسيخ هذه الثقافة على مستوى المجتمع المدني. الهدف الأساسي هو أن نلحق اليوم إلى 100% من متبرعين متطوعين يجي يتبرع بصفة تلقائية. لليوم رأنا في نسبة يعني تراجعت نوعا ما في سنة 2021 على راجع إلى جائحة الكوفيد، كنا يعني ندوروا في حوالي 66% من المتبرعين هم متبرعين متطوعين، يعني تبرعوا بصفة تلقائية. اليوم تراجعنا شوية إلى 54-55% من هذه الفئة، ولكن إن شاء الله مع سنة 2022 يعني الأمور بدأت تعود تولي إلى مجاريها، فإن شاء الله راح نعود نطلعوا. والهدف أنه نلحقوا إلى 100%، لأنه كثير من المرضى لما يتقدموا إلى المستشفيات إلى المصلحات يقول لهم ما كاش الدم، شوف العائلة تاعك، شوف الجيران. شيء جميل أنه تكون هناك تضامن على مستوى، ولكن بعض الولايات والمراكز الصحية تستقطب مرضى من كل ولايات الوطن. مريض يجي من ولاية بالداخلية من ولاية الجنوبية يلحق إلى الآخر، ما عنده حتى واحد يعني من العائلة ولا من الأفراد يلحق باش يدير عملية، لا لازم تجيب متبرع. من راح يجيب المتبرع هذا الإنسان؟ وهناك فئة متخوفة من عملية التبرع بالدم، وهم لا يعلمون أنه هناك فوائد كثيرة للتبرع بالدم. فقط صورة عن هذه الفوائد بالنسبة للمتبرع بالدم. يعني المستفيد الأول من عملية التبرع بالدم، قبل ما نتكلم عن المريض، المستفيد الأول هو المتبرع في حد ذاته، لأنه عملية التبرع بالدم هي محطة صحية لهذا المتبرع. راح يقوم بفحص طبي، راح تكون محادثة طبية، راح يكون تحاليل طبية على مستوى الدم تاعه، وفي بعض الحالات راح يتم تشخيص أمراض اللي كان المتبرع يتجاهلها، سواء كان ارتفاع في الضغط الدموي او عنده حامل لفيروسات اللي ما كانش الاعراق تاعها باينه. فراح تكون هذه التحاليل راح تسمح بتشخيص مبكر لهذا المرض الامراض، وراح تكون يعني لا بريزون شارج مبكره، والشفاء راح يكون ان شاء الله في كذلك. راح كثير من الدراسات، كثير من البحوث راح تثبت اليوم انه المتبرع المنتظم راح يكون هناك تقليص، يعني تنقص نسبة
الامراض القلب وامراض الشريان المالادي كارديو فاسكولار تنقص امراض لو ريسك تاع لي اف سي لي اكسيدون فاسكولو سيريبرو تنقص من امراض الكبد. هذه دراسات سرطان الدم هذه الدراسات تبتت انه المتبرعين المنتظمين عندهم يعني نسبة أقل بالنسبة للفئة اللي ما تتبرعش بصفة منتدمة. فالفائدة راح تكون للمتبرع. وراه هنا يقدر يعني بالك أستاذ بن عمارة يتكلم خير مني على الراحة النفسية اللي يتلقاها بعد ما يقوم بعملية التبرع بالجانب السيكولوجي. كنت سأطلبه منها سيد بن عمارة، أنتم متبرع دائم، يعني حكي لنا تجربة تاعك بعد عملية التبرع بالدم. هي شوفي كما حكيت لك كان الاول هي الزياره تاع الاخ انسان طيب الله يذكره بخير، وبعد وليت لكن نزور المستشفيات وليت نشوف الحاجه الماسه لهذا السائل، ومن بعد ترسخت في نفسي وليت نعرف الامراض اللي يطلبوها الدم، ومن بعد بالعقل وليت متبرع دائم. قلت لك راني الحمد لله فضل الله فت 100 مره وانا نمد حتى ولات بعض الاحيان كنت اخر إنسان مصاب يحكمني الزوكة ما تعب نفسية ما العمل تاعي لا نفوت المدة تاع 3 شهور 4 شهور ما نروحش للمصلحة حتى اللي شغل يجيني الفطنة هذيك لازم تروح. وحقيقة الروح ساعات يشوفوا لي لاطونسيون من متاعب الحياة تكالات نكون تعبان ما ينحوليش الدم، ما هنا راني فقدت الصحة تاعي اللي راني عارف هذيك المدة كنت تعبان ما ينحوليش نعاود نسترجع الرياح ولا ناخذ الاكل اللائق لا كان من الحديد ولا اي شيء باش نعاود نسترجع القوه تاعي. يعني انا هو المستفيد الاول لصحتي ونعاون المرضى باش نسلكهم، وثالث حاجه ولات في العائله الصغيره تاعي ولات ثقافه لان بعد راني الحمد لله السنه هذه راني 60 سنه ومازالي متبرع، ولو الابناء تاعي عندي زوج لحقوا السن القانوني تاع التبرع هما كذلك متبرعين دائمين. يعني عندي الطفل الثاني يعني ترسخت هذه الثقافه لدى العائله ايضا. نعم الاب الابن الثاني عبد المؤمن عنده 20 سنه وعنده 5 مرات هو يتبرع، ولا هو يحفز الاصدقاء تاعو ولا متبرعين. دوك حنا كنت انا بنفسي في الثمانينات في الألفينات ولو الأبناء تاعي ودوك تلك الأصدقاء تاع الأبناء تاعي. يعني العمل إن شاء الله متواصل خاطر أنا لحق السن القانوني تاع 65 سنة لازم نتوقف ما ينحوليش هذا السن القانوني السن الطبي، وإن شاء الله تكون الخلف يكونوا الأبناء تاعي والناس اللي جايين كذلك خاطرش المرض وعدد السكان هاو يزيد. يعني الدم دائما بحاجة إليه دائما. جيد. السيد سفيان كيري تحدث قبل قليل سيد بن عمارة عن ارتفاع ضغط الدم، هنا نتحدث عن موانع التبرع بالدم، الموانع الدائمة والمؤقتة أيضا. نعم فيما يخص عملية التبرع بالدم كما قلت لك مقبل، يعني كي توجه المترشح راه مترشح ماهوش متبرع، كي توجه إلى مركز حقن الدم أو توجه إلى شاحنة التبرع بالدم راح يكون طبيب، هذا إجباري يعني يكون طبيب وراح يقوم بمحادثة معاه وفحص طبي. في هذه المرحلة راح يكون قبول أو عدم قبول المتبرع لعملية المترشح لعملية التبرع بالدم. فمن بين الموانع راح تكون هناك موانع مؤقتة كما تكلم سي محمد على بعض عندك زكام تعطي بعض الأدوية راح تمنعك باش تقوم بعملية التبرع بالدم لفترة معينة. وكاين بعض الحالات اللي راح تكون مانع دائم اللي ما تقدرش للاسف تنحيه ولكن تقدر تكون سفير لعمليه التبرع بالدم. فهنا نعاودوا نقولوا لك الجانب من هذه نعاودوا نذكروا انه المستوى مركز حقن الدم باش نكون عندي هذاك كيس الدم ما نغامرش بصحه المتبرع، اول شيء نضمنوا سلامه كذلك المتبرع، وثانيا نشوفوا اذا كان ممكن باش ناخذوا كيس دم لفائده المريض. فهناك موانع مؤقته وموانع دائمه. نذكر بك لانه سؤال يجي دائما انه اللي عندهم امراض السكر واللي عندهم ارتفاع في الضغط الدموي ويكون المرض السكر اللي يتناولوا الادويه ما يتناولش الانسولين ويكون عنده يعني السكر تاعه ولا لا طونسيون تاعه تكون يعني متوازنه، هادو ماهوش مانع باش يقوم بعمليه التبرع. جيد. إذن سيد سفيان كيري حدثنا الآن عن الاستراتيجية الوطنية للتبرع بالدم وماذا تقدمون أنتم كوكالة وطنية للتبرع بالدم. نعم
فيما يخص الوكالة الوطنية للدم اللي ترافق في المراكز حقن الدم في وفرة هذا السائل في التحسيس في ترقية عملية تبرعب الدم وفي يعني نهاية المطاف تكون يكون اكتفاء الذاتي على مستوى المستشفيات وعلى مستوى مراكز حقن الدم فيما يخص الدم. في هذا الشأن يعني في العمل الموشح يكون عمل منفرد كلنا معنيين بقضية تبرع بالدم كلنا معنيين بهذا السائل اللي ما عندوش بديل مادام ما عندناش حاجة لتعوض هذا السائل فكلنا معنيين بهذه القضية. وفي هذا الأساس من بين الاستراتيجيات كان فيما يخص التنسيق والتعامل بالشراكة اولا وهم مشكورين باسم المديره العامه الاعلام اللي راهم يواكبوا في كل محطه في كل شهر في كل يعني لتوصيل الرساله ورساله التحسيس وكذلك الجمعيات اللي تلعب دور جد مهم. ما نساوش وزاره الشؤون الدينيه والاوقاف والمساجد اللي تستقطب عدد كبير من المصلين ويعني الجانب الديني من عمليه التبرع بالدم لانقاذ حياه الاشخاص. باش بنختصر في كذلك هناك فيما يخص التكوين وتكون هناك تكوين متواصل على مستوى على مستوى الممارسين على مستوى مراكز حقن الدم وكان هناك بالتنسيق مع وزارة الصحة مديرية التكوين تكوين أطباء فيما يخص لو سي اس اون ترانسفيجن سانغين في سنة 2021-2022 كان هناك خارج أزيد من 100 ممارس عام وكذلك عدة نصوص قانونية اللي راهيك تتجدد عدة محاور اللي راهي تقوم بهم الوكالة الوطنية للدم. السيد بن عمارة تمكنت من إقناع الأبناء بالقيام بعملية التبرع بالدم رسالة من هذا المنبر نختم بها هذا الموضوع. في الحقيقة ما قنعتهمش يعني هما كانوا يعيشون الحدث تاعي كل كنت ما كاين بعد الخروج من المصلحة تاع تبرع بالدم وندخل للدار يشوفوا دائما يدي فيها اسمه السبارادرا يعرفوا يعني بلا ما نتكلم كي يشوفوا في يدي هذيك السبارادرا تاع الحقنة هذيك يعرفوا بلي توجهت للدم. دوك ولات عندهم ثقافة يعني تلقائية بلا ما ندير لهم تحسيس ولا نتمنى في السنوات هذه اسمها كسبوا هذيك الثقافة تاع التبرع. نتمنى أن تكون الرسالة وصلت. شكرا جزيلا لك سيد محمد بن عمارة. الشكر موصول لك أيضا سيد سفيان أكيري. شكرا لكم. العفو. إذا مشاهدينا الآن ننتقل إلى غرفة الأخبار وموجز لأهم الأنباء. استمتعتم بهذه الجولة السياحية مع اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. أهلا بكم مشاهدينا في برنامج هذا الصباح متواصلون معكم إلى غاية تمام 11 صباحا عبر الإخبارية للتلفزيون الجزائري مباشرة. إلى قطاع التعليم والتكوين المهنيين حيث انطلقت التسجيلات الخاصة بالدورة 2022-2023 عبر المنصة الرقمية التابعة للوزارة مهنتي. ما هو عدد المسجلين والمناصب وما جديد هذا الموسم وما هي آخر التحضيرات؟ لإثراء النقاش ولمزيد من التفاصيل احضر معنا المدير المركزي بوزارة التكوين والتعليم المهنيين السيد الحاج مسعود رشيد. أرحب بكم شكرا على تلبية الدعوة. والشكر موصول لكم على هذه الدعوة ومشاركتنا في توعية الشباب واستقطاب أكبر عدد ممكن من المتكونين و يعني الالتحاق بمؤسسات تكوين التعليم المهنيين. شكرا جزيلا. العفو. إذن السيد الحاج مسعود رشيد أبدأ معكم من عملية التسجيلات، متى بدأت ومتى تنتهي ومتى الدخول الرسمي لموسم 2022-2023؟ التواريخ التي كانت مبرمجة للالتحاق ونهاية التسجيل هي كالتالي: انطلقنا في عملية التسجيل بداية من 3 من شهر جويلية 2022 وكان مبرمج أنها تنتهي يوم 15 سبتمبر الحالي يعني غدا إن شاء الله. الدخول كان مبرمج يوم 25 سبتمبر الجاري وأيام الانتقاء والتوجيه وإعادة التوجيه وكان مبرمج يوم 18 و19 و20 من الشهر الجاري اللي هو سبتمبر، لكن نظرا ل
يعني القبول الإقبال المتزايد والمكثف والكثير سنمدد مدة التسجيلات حتى نمكن خاصة التلاميذ الذين لا زالوا يطمعون في الالتحاق إلى مقاعد التربية الوطنية، معدلاتهم جد ضعيفة، أعادوا السنة مرة مرتين، لكن مع ذلك ونظن أن الأولياء التحم يلحون على إعادة يعني إعادة إدماجهم في قطاع التربية الوطنية. هل سيدمجون؟ هل العدد يعني الإحصائيات ليست لدي، لكن الشيء الذي اعتدناه والشيء اللي بالتجربة هو أنه عدد كبير من هؤلاء سوف تفتح لهم مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين أبوابها للالتحاق بالتكوين، لأنها حتمية ولأنها مستلزمات ولأنها أصبحت شيء إلزامي، لأنه للولوج إلى عالم الشغل لا بد من تكوين، لا بد من تأهيل، والقطاع المؤهل وفي المرة الرتبة الأولى لتكوين هؤلاء وتوفير يد عاملة مؤهلة تواكب سوق الشغل الوطني والعالمي أيضا بجودة من التكوين هو قطاع التكوين والتعليم المهنيين. إذن التواريخ سوف يعني سنعلن عليها لاحقا. يعني هل سيمدد معها، بما أنكم مددتم تاريخ التسجيلات، هل سيمدد بالتالي تاريخ الدخول المهني لسنة 2022؟ نعم بالتالي سيمدد تاريخ الدخول، لأنه ما حبيناش نقصي أحد وما حبيناش نفوت الفرصة على كل أبنائنا من تلاميذ ومن الشباب الذين لابد لهم أن يلتحقوا بالتكوين والتعليم المهنيين للحصول على مهنة، الحصول على حرفة، الحصول على تخصص، ومهما كانت مستوياتهم الذين يرغبون في إعادة يعني الإدماج في التربية الوطنية هم كثر، لأنه كي نشوفوا معدل نجاح 54% معناها 46% ما نجحوش، 46% لو كان نقصوا نقولوا شحال يعاود السنة وكذا. فإذا قدرنا مثلا عدد التلاميذ التربية الوطنية، إذا قدرنا ما يفيت على 10 ملايين، تصوري هذه 20% من 46% اللي ممكن، هذه يعني أرقام هكذا برك باش يكون مؤشرات انه هناك عدد كبير راح يلتحق بقطاع التكوين والتعليم المهنيين. حتى لا نفوت فرصة على هؤلاء سنمدد يعني نمدد التسجيلات إلى أمر سوف يعلنه السيد الوزير الدكتور ميراب ياسين وفق معطيات معينة وفق احتياجات معينة، لكن الشيء المتأكد منه هو أننا سنمدد التسجيلات وسنمد يعني الدخول أيضا التواريخ سوف يحددها معالي الوزير طبعا باستشارة الأمور. جيد. يعني سواء المؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، سواء الذين يلتحقون يعني يوميا وهم كثر، وسواء الذين يحاولون التسجيل في منصة مهنتي والطلب على التكوين ولا التسجيل يعني التدفق يكون في ذروته، كان بعض اللحظات وإن كان يعني يصعب تكون في الذروة دائما، كان هذا يعرفه المختصون في الإعلام الآلي، لكن يعني سوف يعني نتخذ الإجراءات اللازمة وسوف نوفر الكفاءات اللازمة حتى كل واحد يسجل نفسه، حتى ولو يعني التحق بمؤسسات تكوين وتعليم مهني ويسجل نفسه، المطلوب هو الالتحاق بمؤسسات تكوين وتعليم مهنيين وتسجيل أنفسهم. يعني ممكن أني أسترسل في هذا تم استحداث أيضا سيد الحاج مسعود رشيد منصة مهنتي، هل من تفاصيل حول هذه المنصة؟ أعتقد أن عملية التسجيل يتم أيضا على مستوى هذه المنصة تسهيلا للمتربصين.
المنصة حتى تعفي المترشحين وأوليائهم من عناء التنقل إلى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين حتى يتحصلوا على المعلومة التي يرغبون فيها. فمنصة مهنتي هي منصة رقمية استحدثت منذ سنتين وهي تشتغل الآن، وهي عبارة عن منصة تقوم بتوجيه المترشحين وتسجيلهم وتمنح لهم أيضا عروض التكوين في يعني عروض التكوين المتاحة في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين. ببساطة منصة مهنتي هي منصة رقمية حيث الرابط الذي يمنح يعني يوفر هذا هو كالتالي mfep.gov.dz مهنتي، أو الرابط الثاني هو مهنتي mfep.gov.dz، أو الاتصال بالموقع الإلكتروني لوزارة التكوين والتعليم المهنيين mfep.gov.dz، وأيضا هناك يعني الرابط ليدي المنصة مهنتي. هذا ابتداء. منصة مهنتي الشيء الأول اللي تطلبه من المترشح تطلب توجيهه، معنى الشيء الأول يحدد الولاية التي هو متواجد فيها أو الولاية التي يرغب التكوين فيها. طبعا علاش قلت هذا ممكن راح نفصل من بعد لماذا أو التي يرغب فيها. الشيء الثاني يحدد المستوى الدراسي الذي يرغب الالتحاق به في التكوين. بناء على هذا المعطيتين الاثنتين سوف يعني يمكن أن يستخرج على ملف إكسل أو بي دي اف أو يستخرج كامل عروض التكوين في المستوى الذي يعني أدرجه وفي الولاية التي أدرجها، وهنا عنده إمكانية أنه يخير حتى 5 تخصصات. علاش درنا 5 تخصصات وممكن أيضا 5 مؤسسات؟ يعني كل تخصص ممكن يكون في ولاية مختلفة. نحن نتوقع أن الشاب يقول خرجت من يعني سأدخل إلى التكوين والتعليم المهنيين، لكن ليست لدي صورة واضحة ما هو التخصص الذي ألتحق به، ما هي المؤسسة التي ألتحق بها، ما هو التخصص الذي يمنحني فرصة عمل آنية أو تلقائية بعد نهاية التكوين. هذه الحيرة خلينا الشاب أو أهله أو ذويه أنه يكون في أريحية، ممكن يخير 5 مستويات 5 تخصصات، وهذا ما يعرف في المنصة بالتسجيل الأولي. جيد. بعد ما يكمل التسجيل الأولي ويشاور مع أصدقائه مع أوليائه مع استقصاء الشغل بمعرفته بقدرته بالنصائح التي يتلقاها من ذويه أو من حواليه، يمكن أن يستقر ذهنه على تخصص ما يرغب الولوج إليه. في هذا المرحلة عنده ملف يتقدم به، لأنه الملف مبني على أمور جوهرية اللي هي الشهادة المدرسية وصور شمسية. وحتى الشهادة المدرسية هناك ورشة راهي مفتوحة وعمل أنه رانا مع قطاع التربية الوطنية على أننا نعمل بمبدأ التعامل البيني بين المنصتين، يعني بالشراكة. بالشراكة مع هذا راه مشروع نعمل، معنى مجرد أنه يمد الاسم تاعه أو الرقم التعريفي الوطني، مجرد أنه هذا يعني ورشة راهي في يعني في هذا أكيد سيحمي البيانات. هذا اللي من جهة يحمي البيانات، من جهة نخفف عبء سواء على مؤسسات تكوين وتعليم مهنيين في إعادة إدراج المعلومات، الاسم لقب تاريخ ومكان الازدياد اسم الأب اسم الأم، هذه المعلومات التي هي إلزامية في يعني في الإجراءات الإدارية المعمول بها في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، علما أنه كل معلومة كل معلومة عندها هدف معين. بعد ما يجيب الملف تاعه ويتقدم للمؤسسة التي استقر ذهنه عليها ويدير يثبت التسجيل، هذا نسموه تثبيت التسجيل. لكن حتى مع تثبيت التسجيل يمكن للمترشح أيضا أن يغير رأيه، لأنه إحنا في التكوين والتعليم المهنيين عندنا 3 أنماط رئيسية، كاين نمط التكوين الحضوري ونمط التكوين عن طريق التمهين، والقطاع يسعى إلى يعني إلى 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 مد أولوية إلى نمط التكوين عن طريق التمهين. لكن قبل ما نتكلم عن طريق التمهين أو الحضوري بيودي أني ندير شرح بسيط ما معنى التكوين الحضوري. ما معنى التكوين الحضوري هو تكوين كلي يكون حضوري في المؤسسة مؤسسة التكوين والتعليم المهني. أما التكوين عن طريق التمهين فهو تكوين تناوبي بين مؤسسة
مؤسسة عامة أو مستخدمة يعني عامة أو عمومية، ويكون تناوبي دروس نظرية تطبيقية تكنولوجية تكميلية تكون على مستوى مؤسسة التكوين المهني، أما الأعمال التطبيقية تكون على مستوى المؤسسات التي تستقبل المتمهنين فيها. وفيها مزايا كثيرة، منها قابلية الآنية للتشغيل، منها تعلم كفاءة في الميدان إلى غير ذلك، من لعل الوقت لا يسعنا حتى أن نستفيض لهذه المسألة ونعطي الفرصة لأمور أخرى ممكن أن يعني ننور بها التخصصات الجديدة. السيد الحاج مسعود الرشيد، حتى نختم هذا الموضوع فيما يخص التخصصات الجديدة التي ستدخل وتبرمج خلال الموسم الجديد. هي التخصصات بصفة عامة حتى المشاهد الكريم تكون عنده وضوح، كاين تخصصات جديدة في ولاية وهي قديمة في ولايات أخرى، لأنه إدراج التخصصات وإدراج الكفاءات المهنية للتكوين مبنية على سوق الشغل وعلى احتياج سوق الشغل وعلى النسيج الاقتصادي المحاط بالمؤسسة أو بالولاية أو فهذه بصفة عامة. أما بصفة خاصة فهناك تخصصات جديدة لأول مرة في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، ورح نذكر يعني منها البعض منها. وكي نذكر الولاية، المشاهد الكريم ينتبه أنه في هذه الولاية هي مختصة في مثلا إذا قلنا زراعة الفطريات في ولاية المدية، علاج وتحويل الجلود الخام في غردايا، مثلا تقني سامي في الإنتاج الصيدلاني في ولاية الجزائر العاصمة، التلحيم تحت الماء في الطارف، اقتراح أيضا تربية الأسماك في الأحواض في ولاية بشار وتمرسط. معنى هذه مقتضبات فقط. المشاهد الكريم، إذا قلنا تربية الأسماك في بشار يعني في الأحواض، إذا قلنا أنابيب البترول، في كل تخصص أدرجناه إلا وأنه سوق الشغل خصائص المنطقة أيضا. أيوة، أصل المنطقة واحتياجات المنطقة واحتياجات المؤسسة المحاطة في تلكم. هي نماذج عن المؤسسات عن التخصصات عفوا الجديدة المقترحة لأول مرة في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، علما أن القطاع يوفر 495 تخصص تكويني أولي و168 تخصص تأهيلي أولي، أضف إلى ذلك إلى تخصصات عن طريق المعابر، أضف إلى ذلك ما يعرف في قطاع التكوين والتعليم المهنيين بالتكوين حسب الطلب. تكوين حسب الطلب يكون إذا كان تخصص أو مهنة أو عمل معين يكون ضمن تخصص ممكن إدراجه وفق احتياجات سوق الشغل. شكرا جزيلا لك سيد الحاج مسعود رشيد، أنتم المدير المركزي بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، شكرا على كل هذه التفاصيل المقدمة وبالتوفيق لكم. إذن مشاهدينا متواصلون معكم، فاصل ونواصل.
حوايج شغل ولات عندي وليت انديبوندون وليت وليت نخمم الحوايج خلاف وليت نشوف للزواج بيان سير باسكو ولات عندي شهريه ولات شهريه ستابل تسمى خدمه ستابل شهريه ستابل كي دخلت نخدم انايا هنايا ما كنتش نستنى فيها ما كنتش نتوقع فيها باسكو مع الاول ما كانش عندي امل مي سي لو كونترير ولا عندي امل كبير في الخدمه في برانرا جوست ما تخسروش برك ما تخسروش ما تقولوش بلي ما فيهاش والله هكا باسكو انا ثاني بالاول كنت نقول ما فيهاش ومن بعد الحمد لله يعني كنت بربي وحطيت ماركيز فرانا ودخلت واني نخدم والحمد لله غادي نجيك نكادرو سواعد الامل قريبا على القناه الاخباريه. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. المحطة القادمة سنخصصها للحديث عن مفهوم التعداد السكاني وأهميته في بناء الاستراتيجيات الوطنية والبرامج وعن مضمون الحملة الوطنية للسكن والإسكان. عموما لمزيد من التفاصيل يحضر معنا في الاستوديو مدير السكان بوزارة الصحة السيد أعمر والي. أرحب بكم شكرا على تلبية الدعوة. شكرا لك مع الدعوة. إذن سيد والي أهمية كبيرة يكتسيها التعداد، ولكن خليني أبدأ معكم من معنى التعداد وكيفية حسابه حتى نقرب الصورة أكثر للمشاهد الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السلام عليكم. فيما يخص التعداد هو عملية إحصائية شاملة تمس كل التراب الوطني ويتم من خلالها عد كل المساكن وكل الأفراد مع خصائص دقيقة يبحث عليها هذا التعداد. فيما يخص المساكن كل الظروف المعيشية للعيش فيها الأسرة، وفيما يخص الأفراد كل ما يتعلق بالسن بالجنس بالمستوى التعليمي بالشغل حتى في مجال الخصوبة عند النساء في مجال الزواج كذلك كل هذه المعلومات اللي تسمح فيما بعد بتعرف بصفة دقيقة على الفئات فئه السكان اللي تستهدفها كل قطاع وزاري. مثلا فيما يخص وزاره الصحه يهمها انها تعرف عدد الاطفال، يهمها انها تعرف عدد النساء في سن الانجاب، وهذه العمليه تتم في مرحله في فتره محدده. الفتره عموما تحدد ب 15 يوم من 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 اول يوم اللي هو يعتبر هذاك اليوم اليوم المرجعي، لانه في هذاك اليوم اللي راح نرجعوا له المكلف بالتعداد راح دائما يرجع لهذا اليوم ويسال الاسره من كان حاضر في هذاك اليوم. مثلا في هذا التعداد هذا اليوم المرجعي هو اليوم 25 سبتمبر. اي فرد اللي عاش بعد 25 سبتمبر انتقل الى اليوم 25 راح يعد، وكل من غادر الوطن او توفى قبل 25 ما راحش يعد. وكذلك فيما يخص المواليد الجدد اللي راحين اللي كانوا تولدوا قبل 25 راحين يتم تعدادهم، ولكن اللي راحين يجوا بعد 25 ما راحش يتم تعدادهم، وكانه صوره تؤخذ في وقت في حين معين وهو اليوم تاع منتصف الليل تاع 25. هذا هو اليوم المرجعي في هذا التعداد، ويكون عدد السكان كل ما يخص الخصائص تتعلق بهذاك اليوم تاع 25 سبتمبر. مفهوم. ما هي أهمية التعداد وما هي المعلومات التي تدخل في عملية التعداد أو التي يوفرها لنا أيضا التعداد؟ تكلمت قبل قليل عن بعض العمليات التي يوفرها التعداد، ربما أكثر تفاصيل ثم الأهمية التي يكتسيها التعداد. فيما يخص المعلومات التي يوفرها التعداد نظرا للمدة المعينة وكذلك الفترة المحددة نوعا ما 15 يوم، وكذلك حتى المكلفين بالتعداد ليس كلهم مختصين في جمع المعلومات. كاين هناك معلومات بسيطة يكفي تكوين كما يقدم حاليا تكوين تاع 5 أيام، يكفي للمكلف أنه يحصر المعاني ويقدر يجمع هذه المعلومات، وهي معلومات أساسية لبناء من بعد تصدر استراتيجيات او حتى البرامج وتحديد النشاطات. ولكن حتى في مجال التدقيق فيما بعد تسمح هذه المعلومات ان نقوم بمسوحات اخرى مدققه. هذه المعلومات المعلومه الرئيسيه هو كاين التعداد ينقسم الى قسمين على كل حال. كاين قسم يخص المساكن
القسم يخص الأفراد. يخص الأفراد. فيما يخص المساكن سيد محاولة معرفة بصفة دقيقة ظروف المعيشية للأفراد، وخاصة فيما يخص بعض الحاجات، حاجات السكان مثلا في مجال طاقة، طاقة الإنارة، فيما يخص طاقة الطبخ، فيما يخص الطهي. ومن هنا يمكن قياس نسبة تقدم الأمم إذن. من 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 تعداد إلى تعداد يمكن قياس مدى صدر ما هي من البروغري رياليزيت اللي تم تحقيقها في هذا في هذه العشر سنوات اللي كانت ما بين تعداد وتعداد. وما لازمش ننسى أنه العملية الوحيدة اللي تعطينا معلومات في على مستوى صدر حيز جغرافي دقيق جدا وهو المقاطعة الإحصائية، عكس المسوحات، المسوحات ماليزونكات اللي عموما مبنيين على عينات شاملة لا يمكن ستعطينا بعض المؤشرات فيما يخص المستوى المعيشي، تعطينا بعض المؤشرات دقيقة فيما يخص عدة مواضيع، ولكن بصفة مستهدفة هكذا ما كانش كاين معادة. التعداد هو اللي يقدر يمد لنا يعطينا معلومات مستهدفه، يصير نقدروا نعرفوا شكون هما الناس اللي راهم بالفعل في حاجه الى بعض الاشياء في ميادين متعدده، ويمكن صدر من خلال التعداد صدر نقدروا نتصلوا بهم، نقدروا نمد لهم يد المساعده، وراحين نكونوا في هذا الاطار راحين نعملوا بطريقه تاع تحقيق الأهداف التنمية المستدامة، هي ما خليه حتى واحد دريار، حتى واحد ما خليه من وراء. وهذا التعداد جاء في مرحلة كذلك حاسمة، مرحلة اللي تقريبا في وسط لا بيريود الفترة تاع ما بين 2015 و 2030 فيما يخص تحقيق هذه الأهداف تاع التنمية المستدامة. طيب السيد ولي، بما أنكم تمثلون قطاع الصحة، ما أهمية التعداد بالنسبة لقطاع الصحة؟ قطاع الصحة كاين هو حاليا مكلف صدر بالصحة أولا، لأنه كل ما يتعلق بصحة السكان، صدر الهدف تاعو هو تحسين الصحة، الحالة الصحية للسكان. والسكان هذه هما فئات، كاين فئة الأطفال، كاين فئة النساء، فئة المسنين، وكل فئة عندها رعاية صحية خاصة بها. والمعرفة هذه إذا كانت على مستوى الوطن مع اللي توفر لنا المسوحات هي متوسط دي مويان ناسيونال، نبنيو عليه استراتيجيات على بالنا اكزاكتومون الأهداف كيفاش نصبوا إليها. ولكن التعداد راح يعطينا كما قلت لك على المستوى المحلي، صدر ممكن صدر هذا من خلال هذا التعداد يصبح بامكان كل هيكل صحي، كل مصلحه صحيه انها تستهدف الفئات تاعها اللي جايين في الحيز الجغرافي اللي هي مسؤوله عليه، وتعرفهم بصفه دقيقه، تعرف عدد الاطفال، تعرف عدد النساء، تعرف عدد المسنين، تعرف عدد كذلك انه درجوا فيما يخص الصعوبات في الديفيكولتي اللي متعلقه بالهانديكاب نوعا ما غير مباشره، راح تعرف اكزاكتومون هذه الفئات هذه، ويمكن استهدافها، ويمكن تدير تقديم رعايه صحيه افضل، وحتى في بناء الاستراتيجيات وبناء البرامج وكذلك في تحديد النشاطات راح تكون نشاطات أكثر نجاعة على كل حال. هذا فيما يتعلق بأهمية التعداد بالنسبة لقطاع الصحة. أنتم كقطاع صحة أيضا تساهمون في العمليات التحسيسية والتوعوية بالنسبة لعملية التعداد. أنا سدلمت من بعد فيما يخص الصحة كان ثاني جانب السكان، لأن الصحة مكلفة كذلك بالسكان. فيما يخص السكان ثاني عندنا كل ما يتعلق بالديناميكية الديموغرافية، التعداد يسمح لنا معرفة هذه الديناميكية، وليس على مستوى الوطن صدر من خلال المسوحات عموما من مرحلة من فترة إلى فترة، على مستوى صدر بصفة عامة على مستوى الوطن، ولكن هذا التعداد يسمح لنا معرفة الديناميكيات هذه على مستوى من بلدية لبلدية، من ولاية إلى ولاية، من فترة إلى فترة. وكذلك معرفة البوتنسياليتي تاع كل فرد اللي يمكن استغلالها في استخدامها في مجال التنمية. فيما يخص التحسيس، احنا كقطاع
نهتم خاصة بشمولية المعلومات. عندنا هذا السوسي هذا مادام تكون عامل المعلومات الشاملة لازم نريد أن تكون المعلومات دقيقة. وكذلك من باب الاستعمال كما ذكرت سواء من الجانب الصحي أو من الجانب السكان معلومات التعداد تبقى دائما معلومات رئيسية إلينا. راح المساهمة تاعنا راح تكون في إطار من خلال المستخدمين من خلال الآليات التي تم وضعها مثلا اللجنة الولائية للسكان راح نطلبوا منها أنها تنشط أيام تحسيسية أسبوع قبل انطلاق العملية على مستوى كل ولاية لأن عندنا لجان ولائية للسكان على مستوى كل ولاية راح نطلبوا منهم باش ينشطوا هذه العملية التحسيسية. وكذلك فيما يخص المستخدمين راح نطلب منهم إن شاء الله باش يساهموا في توعية السكان خاصة أنه يحاولوا يحسوا السكان أنه بأهمية العملية وكذلك بالطلب منهم أنه يعطيوا الوقت اللازم ويعطيوا المعلومات اللازمة للمكلف بالتعداد حتى يتم حصر بصفة جيدة البيانات وكذلك الإتمام العملية في مدة 15 يوم إن شاء الله. مفهوم. وفي هذا الإطار سيكون عن قريب جدا هناك برنامج وطني حملة وطنية للسكن والإسكان سيد والي. حملة وطنية اللي راح تكون تضم كم القطاعات لأنه كان هناك اللجنة الوطنية للإحصاء طلبت من كل القطاعات الممثلة على مستواها أنها تبذل مجهودات في مجال التحسيس وكل القطاعات راح تقوم بهذه العملية هذه لأنها هذه القطاعات هذه خاصة القطاعات الممثلة على مستوى اللجنة الإحصاء كلها قطاعات راح تستعمل هذه البيانات. جيد. كيف تتقاسمون العمل مع الديوان الوطني لإحصائيات فيما يخص عملية التعداد وما هي مهمته بالتحديد فيما يخص الديوان الوطني للإحصائيات؟ التقاسم كان في التحضير صدر كان دائما صدر يتقاسم فيما يخص خاصة على مستوى اللجنة الوطنية للإحصاء اللي هي عندها تتابع كل وتتابع بصفة مباشرة لديروا المونتاراسيون تاع العملية في كل المراحل مرحلة التحضير مرحلة التنفيذ مرحلة حتى مرحلة الاستغلال فيما بعد. وكقطاع ممثل في هذه اللجنة عندنا هذا المساهمة كذلك كاين مساهمة هذه في التوعية وكذلك كاين ليست مساهمة ولكن فيما يخص استعمال البيانات رايحين بعد انتهاء من هذا التعداد رايحين نستعملوا هذه البيانات لأنه الديوان الوطني للإحصائيات راح يوفر معلومات بصفة عامة تخص ما يمكن استخراجه مباشرة من الاستمارة ولكن هناك طلبات هناك حاجات سبيسيفيك تخص كل قطاع اللي راح يطلبها ولا راح هو يقوم بتحليلها واستغلالها. أشرتم سيد والي قبل قليل إلى اللجنة الوطنية للتعداد هل يمكن الحديث ممن تتكون وما هي مهامها الرئيسية؟ اللجنة الوطنية للإحصاء تأسيسها في سنة 2021 وهي تحت رئاسة السيد وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية وكذلك كان السيد وزير الرقمنة والإحصاء كنائب للرئيس وهي تكون من تقريبا 14 قطاع اللي عندهم علاقة مباشرة نوعا ما مع التعداد وهي ممثلة القطاعات يمثلوا الأمناء العامون هم اللي يمثلوا القطاع على مستوى هذه اللجنة ومن ما بين المهام تاع اللجنة هي اللي تحدد تابع على كل حاجة ما ذكرت تابع تسير العملية من البداية من التحضير نتكلم عن التحضير لأنه التعداد هو راح ننفذوه تلمذوا الديوان الوطني للإحصائيات
من 25 إلى 9 أكتوبر 15 يوم، ولكن التحضير تاعو كان سبق أكثر من سنتين وهم يحضروا في الميدان، يصدر تجزئة الميدان إلى مقاطعات حتى يمكن المكلف بتعداد باش يقوم العملية. دونك هذا كامل عملية التحضير هذه كان يتابع فيها اللجنة، وكذلك تتابع في حاليا العملية التحسيس، وكذلك عملية التنفيذ اللي راح تكون بعد 25 حتى 9، وكذلك فيما يخص الاستغلال راح كان دائما عندها لدرو دو ريغار والمتابعة تاع هذه العمليات، وهي اللي تحدد صدر الفترة صدر المقتاش يتم القيام بهذا التعداد. تدرس يعني تدرس كل 10 سنوات تجدر الإشارة أنه عملية التعداد يقوم بها الديوان الوطني للإحصائيات كل 10 سنوات. كل 10 سنوات هي عملية التعداد حتى على مستوى العالم لا بيريوديسيتي الدورية المعتادة هي 10 سنوات، يمكن هناك يحدث تأخير ولكن غالب الأحيان 10 سنوات، والجزائر تدير عندها تقريبا تحاضر على هذا الدورية هذه. كسؤال أخير حتى نختم فقط سيدي، ما هي الاستعمالات الأخرى الممكنة ما عدا بناء الاستراتيجيات والبرامج للتعداد؟ إذا إضافة إلى ما يقدمه مباشرة التعداد في مجال بناء الاستراتيجيات وثانية إعادة النظر حتى في بعض المؤشرات اللي تم حسابها من قبل، لأنه نعتمد في حساب المؤشرات أو في بناء بعض الأهداف على بيانات غالب الأحيان تكون إدارية أدمينستراتيف اللي ما عندهاش تقدر تكون عندها ناقصة نوعا ما من الشمولية. عندما توفر عندنا بيانات التعداد يتم ديجا بريميرمون رياجيستمون تاع وتصحيح بعض المؤشرات. ومن بين الاستعمالات المستقبليه يبقى التعداد دائما كقاعده بيانات، فيما يخص اذا كان حبينا نقوم بمسح ببحث على عينه دائما نرجع للتعداد حتى يمكن عندما نقوم بهذاك المسح هذاك يمكن صدرنا اون بي اكسترافولي كي تكون عندنا قاعده تاع بيان يعني اهميه كبيره يكتسيها التعداد. شكرا جزيلا لك سيد عمر والي، انتم مدير السكان بوزاره الصحه على كل هذه التفاصيل. شكرا لك يا سيدتي. متواصلنا معكم فاصل ونواصل.
كل هذه الإنجازات تعرض عليكم يوميا من خلال هذه الأعمال على شاشة القناة الإخبارية للتلفزيون الجزائري الذي يواكب أفراح الجزائر. التلفزيون الجزائري، صورة الجزائر. أهلا بكم مشاهدينا مجددا في برنامج هذا الصباح. المحطة القادمة سنخصصها للحديث عن المخططات السنوية التي ترافق العودة إلى النظام العادي للتدريس وماذا سيحمل من اختلافات بالنسبة لنظام التفويج. أسئلة وأخرى تخص قطاع التربية ستجيبنا عليها ضيفتي في الاستوديو لنهار اليوم المفتشة بالتعليم المتوسط السيدة حسناء مسدور. أرحب بكم، شكرا على تلبيتي الدعوة. شكرا جزيلا أيضا لاستوديو هذا الصباح على هذه الالتفات الطيبة وعلى هذه الاستضافة الحلوة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية تقدير إلى كل عمال الإذاعة والتلفزيون والقائمين على شؤون التربية. شكرا جزيلا لك يا سيدتي. إذن السيدة مسدور، هذا العام تقرر العودة إلى النظام العادي بعد تقريبا 3 سنوات من اعتماد نظام التفويج كإجراء وقائي من وباء كورونا. أبدأ معك من هذه النقطة، وما الذي سيحمله النظام العادي من اختلافات بالنسبة لنظام التفويج بعد 3 سنوات تقريبا؟ طبعا عند الحديث عن التفويج الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية في إطار أزمة كورونا أو في إطار ما يسمى بوباء كورونا أو جائحة كورونا، كان لزاما على وزارة التربية أن تلجأ إلى بعض الأساليب التي من خلالها نحمي تلامذتنا من انتشار الوباء، فكان لزاما اللجوء إلى العمل بالتفويج. ولكن والحمد لله بعد أن رفع الله سبحانه وتعالى هذا الوباء و تقريبا تلاشى، تعود وزارة التربية الوطنية بكل مؤسساتها التربوية المنتشرة عبر الوطن وبكل مراحلها التعليمية الابتدائية المتوسطية المتوسطة والثانوية إلى العمل بالنظام العادي، وبالتالي الرجوع على الأقل إلى النصاب الزمني المصرح به في لدى المجلس الوطني للبرامج لكل مادة من المواد التعليمية التي سبق وأن قلصت عدد ساعاتها في النظام أو العمل الاستثنائي. سيدتي، نحن نعلم أن في قطاع التربية هناك مخططات سنوية، هل يمكن شرحها وما هي أنواعها ومضمونها أيضا، وهل هي نفسها بالنسبة للتعليم الابتدائي المتوسط وحتى الثانوي؟ طبعا هي عندما أقرت وزارة التربية الوطنية ما يسمى بالتعليم بالمقاربة بالكفاءات، كان لزاما على السادة القائمين على شؤون التربية والقائمين على شؤون البرامج والمناهج أن تعد مخططات سنوية، وهي عبارة حتى يفهم الجميع هي عبارة عن أدوات بيداغوجية مكملة للوثائق المرافقة الموجودة لدى وزارة التربية الوطنية. هذه الوثائق متمثلة في المناهج الدراسية وكذلك متمثلة في الأدلة الخاصة بالأساتذة في جميع المواد التعليمية وفي جميع المراحل التعليمية، بمعنى هناك مخططات سنوية في مرحلة التعليم الابتدائي، مخططات سنوية في مرحلة التعليم المتوسط عدا مرحلة التعليم الثانوي، هناك ما يسمى بالتدرجات السنوية. ولكن حتى وإن اختلف المصطلح ولكن فحواها واحد، وهي عبارة عن كل التعلمات الأساسية التي تنظم عمل الأستاذ. وبالتالي المخططات السنوية هي عبارة عن أداة تنظم عمل الأستاذ وتوزع مجموع التعلمات عبر الفصول الدراسية حتى يتسنى للأساتذة في جميع المواد الدراسية أن يعطوا لكل كفاءة ولكل تعلم حقه من الإرساء ومن البناء حتى نتوصل في نهاية إلى تحقيق الملمح الشامل أو إلى تحقيق الكفاءة الشاملة التي تنصب في كل مرحلة من مراحل التعلم. وبالتالي المخططات السنوية التي سنعمل بها مع الأساتذة ابتداء من هذه السنة الدراسية هي مخططات سنوية
عادية على عكس المخططات الاستثنائية التي تم العمل بها في ظل جائحة كورونا. أين كان هناك ما يسمى بتكييف هذه المخططات وفق الحجم الساعي الذي منح لكل مادة دراسية في ظل العمل بالتفويج؟ معنى هناك الكثير من المواد الدراسية قلص عدد ساعاتها الأسبوعية، وبالتالي قلص حجم التعلمات التي تقدم للمتعلم. في ظل الرجوع إلى النظام العادي تعود الأمور إلى نصابها، وتعود المخططات السنوية كاملة غير منقوصة، كما يشير إلى ذلك المنهاج في جميع المواد الدراسية في كل المراحل التعليمية الابتدائي والمتوسط وتدرجات الثانوية في مرحلة التعليم الثانوي. إذن هي أكثر ما هي عمل ينظم عمل الأستاذ ويهيكله. جيد، إذن هذا عن المخططات السنوية والفرق بينها وبين المخططات الاستثنائية. ماذا عن برنامج التعليم المتوسط هذه السنة في ظل العودة إلى النظام العادي؟ برنامج التعليم المتوسط كما كان برنامج التعليم المتوسط، فقط كما تحدثنا بعض المواد تعود إلى نصابها الزمني المعتاد كما مصرح بذلك في وثيقة البرامج السنوية، ثم كذلك فقط هناك العودة كذلك إلى بعض النشاطات حصص التربية البدنية والرسم، بعض النشاطات التي تم الاستغناء عنها في ظل جائحة كورونا، مثلا ربما بعض حصص التربية البدنية، حصة الأعمال الموجهة، حصص المعالجة البيداغوجية التي من خلالها يقوم عمل المتعلمين ويستدرك بعض نقائصه حتى يصل إلى ركب جميع المتعلمين ويكون هناك توازي في مستوى جميع المتعلمين داخل القسم. إذن هذا هو المعمول به، ولكن البرامج نفسها، المناهج نفسها إلى الآن لا يوجد تغيير، فقط نعود إلى العمل بمخططات سنة 2019 العادية على عكس المخططات الاستثنائية. مفهوم. هناك إجراءات جديدة ستطبق هذه السنة، أبدأ من تخفيض المحفظة. ما هي السنوات التي سيمسها هذا الإجراء سيدة مستور؟ كما أشارت إلى ذلك دوائر وزارة التربية الوطنية على لسان القائم عليها السيد وزير التربية الوطنية، فإن السنوات، سنوات مرحلة التعليم الابتدائي التي سيمسها إجراءات تخفيف المحفظة هي السنة الثالثة والرابعة والخامسة، وصرح بمجموعة من الإجراءات أهمها ازدواجية الكتاب المدرسي والذي سيمنح مجانا إلى تلاميذ السنوات الثالثة والرابعة والخامسة، أين ستكون هناك الدراج مخصصة في المدارس الابتدائية للحفاظ على هذه الكتب، ثم كذلك تحميل الكتب بشكل رقمي حتى يتسنى كذلك للمتعلمين تخفيف هذه المحفظة، ثم كذلك اللوحات الإلكترونية اللي راهي وزعت إلى غاية الآن على 1629 ابتدائية في انتظار استكمال باقي المؤسسات التربوية الموجودة عبر الوطن. على ذكر اللوحات الإلكترونية سيدة مستور، ما هي الإضافة التي ستقدمها هذه الإجراءات في ظل إصرار رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون على التحول نحو التعليم الرقمي؟ بطبيعة الحال من بين أكبر التحديات التي تواجه المتعلم الجزائري أو المواطن الجزائري هو الدخول في هذا العالم الرقمي أو نظام العولمة الذي يفرض علينا سياسة معينة، وهي ضرورة التحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال من خلال تدريب متعلمين في المراحل المتقدمة من التعليم في مرحلة التعليم الابتدائي. سيساعد ذلك المتعلمين على الولوج إلى هذا العالم وكيفية التعامل معه بشكل سليم وبشكل آمن أكثر من ذلك. جيد. بالنسبة لإدراج اللغة الإنجليزية للطور الابتدائي، ما هي الإضافة التي ستقدمها إدراج اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي، وهل ستعم الفائدة بالنسبة للتلاميذ في السنوات المقبلة في الطورين التعليم المتوسط والثانوي أيضا؟ أعتقد أو إن لم يكن هناك جزما بأن أي تعلم جديد هو عبارة عن إضافة جديدة، وكما يقول المثل التعلم في الصغر كالنقش على الحجر،
كلما سرعنا بإضافة منتوج معرفي جديد إلى سنوات مرحلة التعليم الابتدائي يكون الأفضل ويكون المتعلم قادرا على التعلم، وهذا ما هو مثبت علميا. آخر الأبحاث لبعض الدكاترة والباحثين الألمان أكدوا من خلال أبحاث علمية جدة أن المتعلم في سنوات متقدمة من عمره له القدرة على تعلم أكثر من 3 لغات، وهذا ما يجعله متفتحا على ثقافات الآخر، وهذا ما يجعله قادرا على اكتساب المعرفة بلغات مختلفة. إذن أعتقد أن إضافة اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي مكسب وإضافة ممتازة لوزارة التربية الوطنية. ما سيحدث فقط الآن هو ذلك الانزلاق المعرفي، لأن تلاميذنا كانوا يتعرفوا على اللغة الإنجليزية في أولى مراحل التعليم المتوسط. بعض المبادئ الأولية لتعلم الحروف والنطق ستكون في مرحلة أو ستكون في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، ثم بعد ذلك يتدرج المتعلم نحو الأعلى في التخصص في اللغة الإنجليزية وصولا إلى مرحلة التعليم الثانوي. لذلك هنيئا لتلاميذ السنة الثالثة من التعليم الابتدائي إضافة هذه اللغة. ابقي معنا الأستاذ حسناء مزدور، سنواصل هذا النقاش بعد نشرة إخبارية مفصلة. اتصالات الجزائر، اتصالات الجزائر دائما أقرب. أهلا بكم مشاهدينا مجددا في برنامج هذا الصباح الذي يخدمكم بفقراته وأركانه الخدماتية. نواصل النقاش فيما يخص موضوع قطاع التربية لنهار اليوم. تحدثنا عن المخططات السنوية والفرق بينها والمخططات وبين المخططات الاستثنائية في ظل العودة إلى النظام العادي للتدريس وإلغاء النظام التفويج الذي كان معتمد خلال جائحة كورونا. أرحب مجددا بضيفتي في الاستوديو الأستاذة حسناء مزدور، مفتشة بالتعليم المتوسط. أهلا بك مجددا سيدتي. أهلا وسهلا، مرحبا من جديد. إذن سيدتي تحدثنا عن المخططات السنوية، نقف الآن عند المخططات التقويمية. لا يخفى على جموع الأساتذة أو جموع القائمين على شؤون التربية أن هناك 3 أنواع من المخططات أو 3 أشكال من المخططات. هناك مخططات سنوية لبناء التعلمات، هناك مخططات سنوية للتقويم البيداغوجي، وهناك مخططات سنوية للتقويم أو للمراقبة المستمرة. في المخططات السنوية لبناء التعلم يسعى الأستاذ جاهدا في كل مادة من المواد المدرسة إلى إرساء مجموعة من الموارد، هذا هو المتعارف عليه، الموارد المعرفية إن صح التعبير. إرساء مجموعة من الموارد، ترسى مجموعة من الموارد من أجل تنصيب كفاءات مختلفة في كل مرحلة. يعني هناك كفاءات مرحلية تنصب وفقا لإرساء هذه الموارد. طبعا لا يمكن أن ينفصل التعلم عن التقويم، وبالتالي التعلم والتقويم خطان متوازيان يسيران جنبا إلى جنب مع بعضهما البعض. فالأستاذ بين الحين والآخر له محطات تقويم يتأكد من خلالها مدى استيعاب المتعلمين لمجموعة التعلمات ومدى فاعلية الأستاذ في إرساء موارد مختلفة ومدى النسبة المئوية التي من خلالها تتأكد له بنسبة إرساء الكفاءة المراد إرساءها من خلال البرامج أو من خلال المناهج. إذن لا يمكن أن نفصل المخططات السنوية للتعلمات عن المخططات السنوية للتقويم البيداغوجي، لا سيما وأغلب ما يتبادر إلى الأذهان سواء لا سيما أولياء التلاميذ، التقويم البيداغوجي هي تلك المراحل تحديدا، هي فترات الاختبارات إن صح التعبير، هذا هو المتعارف عليه. قال مثلا اختبارات الفصل الأول، اختبارات الفصل الثاني، واختبارات الفصل الثالث، هذا ما يتبادر إليه مباشرة. ولكن للأستاذ الحق كامل في اختيار بين الحين والآخر محطات للتقويم البيداغوجي. هل يكتفي بهذا القدر من إرساء الموارد لينتقل إلى تعلم جديد، أو هذا التقويم يكشف له عن نقائص لدى المتعلمين؟ عليه أن يتوقف وعليه أن يستدرك وعليه أن يعالج هذا التأخر لدى المتعلمين في محطات التقويم البيداغوجي. ثم في المقابل هناك كذلك مخططات سنوية للمراقبة المستمرة،
أو ما يصطلح عليه إن صح التعبير بالنقطة التي يمنحها الأستاذ من خلال انضباط المتعلم، من خلال التزامه، من خلال حضوره، من خلال هندامه، له الحق أن يتصرف فيها الأستاذ طبعا، أن يمنحها للمتعلم بين الحين والآخر من خلال أشكال متنوعة لهذه المراقبة أو أشكال متنوعة يمكن أن تتجسد في مثلا تصحيح كراريس، يمكن أن تكون على شكل استجوابات شفوية، يمكن أن تكون على شكل استجوابات كتابية، يمكن أن تكون على شكل بحوث، يمكن أن تكون على شكل عروض. هذه عمليات التقويم أو محطات التقويم سواء المراقبة المستمرة أو التقويم البيداغوجي مساير لمرحلة التعلم، من خلاله يستطيع الأستاذ أن يتأكد من مدى تحصيل المتعلم، إما أن يتوقف ليستدرك ويعالج، وإما أن ينتقل إلى تعلم جديد. إذن التقويم مرحلة مهمة ومحطة ضرورية بين الحين والآخر. وهو كذلك بالنسبة سيدتي إلى العمل لفئة الأساتذة، كيف سيكون التأقلم في ظل العودة إلى النظام العادي هم أيضا؟ هكي قلتي العودة إلى النظام العادي، بمعنى هذا النظام العادي قد تعود عليه الأساتذة لسنوات طويلة طبعا، أو حتى بالنسبة للأساتذة الجدد يبقى الآن 3 سنوات جائحة كورونا، هناك تعلم استثنائي، هناك تقليص ساعي لبعض المواد، هناك تعامل بالأفواج، الآن تعود المياه إلى مجاريها ويستتب الهدوء في قطاع التربية الوطنية، ويعود التعلم الكافي الذي يضمن تملك المتعلمين في جميع المراحل لكل التعلمات الأساسية التي تجعلهم إن صح التعبير يتملكون الكفاءة التي يحققون من خلالها ذاتهم تعلماتهم. إذن والأساتذة منذ الأمد حتى في مسارهم المهني طبعا هناك عمليات تكوينية تحت إشراف السادة المفتشين في جميع المواد، يرافقونهم بكل تؤدة، يرافقونهم بكل حب، يرافقونهم بكل احترافية من أجل تكوينهم، وهذا التكوين الذي يعود إيجابا على تحصيل المتعلمين. فالأساتذة إن شاء الله تمنيتنا لهم بالتوفيق ورجاءنا أن يقوموا بهذه المهمة كما قاموا بها أسلافهم وينجحون في تكوين هذا المتعلم الذي تعتمد عليه الدولة الجزائرية للنهوض مستقبلا بكل هيئاتها وبكل تحدياتها. بحول الله. جيد أستاذة، كونك أستاذة ومفتشة أيضا في التعليم المتوسط، تحدثنا إلى إدراج اللغة الإنجليزية، ونعود ربما إلى هذه النقطة من خلال كيفية استقطاب التلاميذ لتعلم هذه اللغة في الابتدائي. كل جديد يبهر، وكل جديد يحمل الآخرين على اكتشافه، لذلك أوجه رسالة إلى جموع الأساتذة الذين سيطالعون بمهمة تدريب. أولا هو ليس تلقين، لا يجب أن يكون تلقين ولا يجب أن يكون تعليم بما تحمل الكلمة من معنى، ولكن تدريب المعلمين في مرحلة المتعلمين عفوا في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، تدريبهم بطريقة فيها متعة، بطريقة فيها جاذبية، بطريقة فيها تشويق لتعلم لغة جديدة أو نطق حروف لغة جديدة. والمتعارف عليه عند كل المشتغلين في الحقول التربوية أو الحقول العلمية أن اللغة تبدأ بعملية النطق والنبر، فكلما استطاع المتعلم أن ينطق الحروف بنبرة سليمة وبمخارج صحيحة يستطيع أن يمضي قدما في تعلم هذه اللغة. إذن الإشكال أحيانا ليس في المحتويات التي يجب أن تقدم إلى المتعلم، المحتويات الجديدة والقاعدية والبسيطة إن صح التعبير، ولكن الآن سيكون هناك التركيز على الأساتذة على الطريقة التي يدربون بها المتعلم على تلقي هذه اللغة الجديدة. وإن كان الآن أبناءنا متفوقون والحمد لله، وقد أثبتوا جدارتهم في عديد المحافل الوطنية والدولية، إذن وحتى اللسان الجزائري، أنا مرة قلتها لشخص كان يشرف علينا في مشروع تحدي القراءة العربي، كان يتساءل تساؤلات كثيرة، وقلت له أنه اللسان الجزائري تحديدا أو اللسان العربي هو لسان طيع، ولا شفنا مثلا وكان نقارن نفوسنا ببعض المشارقة
ربما تلقي المواطن الجزائري بشكل بسهولة. عام يتحدث اللغة بكل أريحية، يتحدث لغة فرنسية بمخارج صحيحة، ويتحدث لغة إنجليزية، ويتحدث لغة تركية، ويتحدث كل اللغات واللغة العربية. إذن لا يوجد أي تخوف. لذلك فقط أشير إلى الأولياء، لأن هناك تهويل نوعا ما على أن اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي سترهق كاهل المتعلم، على أنه بالزف عليه إن صح التعبير، على أنه مازال غضب. ذلك أستاذة، يعني التلميذ في سن صغيرة باستطاعته التعلم أكثر لغة وأكثر من لغتين أيضا، وهذا ما أثبتته كل البحوث الجادة. كنت قد تحدثت لك منذ قليل عن بحثين جادين من الجامعة الألمانية يثبت فعلا على أن المتعلم كلما كان، أو الطفل كلما كان في مراحل متقدمة، كانت له القدرة أكثر على الاستيعاب وعلى التلقي وعلى الحديث، ثم بعد ذلك نذهب معه شيئا فشيئا، ويكون التعلم التدريجي. في السنة الثالثة نركز له على مخارج الأصوات، على بعض نطق الكلمات، على بعض الجمل البسيطة، ومن ثم الارتقاء، حتى يصل به المجال إلى أن يتقن هذه اللغة نحوا وصرفا وشفاهة وكتابة أيضا. مفهوم. إذن أستاذة، نعود إلى نقطة الحصص، حصص التربية البدنية والرسم التي ستكون مبرمجة هذه السنة بحول الله. ألا ترين أن برمجة هذه الحصص وعودتها سيكون بمثابة فسحة للتلميذ؟ بطبيعة الحال، وأصلا هذا عندما أنشئت هذه الحصص، حصص الفن إن صح التعبير، المتمثلة في حصص الموسيقى، حصص التربية البدنية، حصص هي أكثر، هي عبارة عن متنفس للمتعلمين أكثر منه حصة للتعلم. وأثبتت التجارب الميدانية وخبرات الأساتذة أن الكثير من التلاميذ كشفوا عن مواهبهم من خلال هذه الحصص التعليمية الترفيهية في الوقت نفسه. دائما أركز، دائما أنا على أداء الأستاذ. أنا دائما ما يهمني في تلقين ولا في تدريس ولا في تعليم أي مادة هو أداء الأستاذ. يعني لابد دائما أن نوجه كلمة إلى الأساتذة أن يبتعدوا على التلقين المبالغ فيه. لماذا؟ الجاحظ قديما قال الألفاظ مطروحة في الطريق إن صح التعبير. الآن المعرفة مطروحة في الطريق، الآن المعرفة يمكن أن يأخذها المتعلم من أي موقع من مواقع الشبكة العنكبوتية. أصبح من السهل عليه أن يجد المعرفة، فقط تحتاج إلى غربلة وتمحيص. ولكن الآن الأستاذ عليه أن يبحث عن الطرائق السليمة، عن التقنيات، عن استراتيجيات التعليم إن صح التعبير، واستراتيجيات التعلم. هناك استراتيجيات حديثة ترغب المتعلم في المادة وتحفزه على العمل وتجعله أيضا يبدع في مادة دون غيرها. وما يحدث هذه السنة من خلال استحداث بكالوريا الفنون أستاذ مستور. نعم، وعن قريب أعتقد عن قريب سيكون هناك افتتاح لهذه المؤسسة التي ستتكفل باستقبال كل الطلبة الذين يرغبون في تسجيل. لماذا؟ لأنه كما كنت تتحدث منذ قليل، هناك وزارة التربية، هناك ثاني وزارة التكوين المهني. يعني الذي لا يمكن أن يكمل مسار في وزارة التربية أو كمتمدرس، هناك التكوين المهني كذلك. لماذا لا يكون هناك هواة المسرح، هواة الموسيقى، هواة الفنون الكثيرة؟ والفن في النهاية يعبر عن إرادة دفينة، يعبر عن رغبة، إما عن طريق الرسم، إما عن طريق النحت، إما عن طريق التشكيل، إما عن طريق الرقص، لما لا. ولكن في النهاية هي مادة تعليمية يجب أن تلقى حقها من العناية والاهتمام. أيضا سيدتي الآن، نعم، إذن سيدة مسدور، تحدثنا عن المخططات السنوية والمخططات الاستثنائية، عن كل الإجراءات الجديدة، الدخول الرسمي للدخول المدرسي يوم 21 سبتمبر بحول الله. يعني نصائح تقدمينها لكل التلاميذ للمقبلين على الدراسة بعد فترة العطلة التي دامت شهرين تقريبا، أو أكثر من شهرين ربما، أو أكثر. إذن كانت هناك فرصة لراحة المتعلمين، الآن آن الأوان ليعودوا إلى الحياة المدرسية من جديد، آن الأوان ليعودوا إلى حياة الاجتهاد، إلى حياة التعب الحلو، لأنه تحصيل المعرفة فيه تعب، ولكنه تعب حلو
سيقطف ثماره بعد فترة زمنية وتكون ثمار طيبة. فقط دعوتي إلى مديري المؤسسات التربوية أو القائمين على المؤسسات التربوية، أعتقد أنه كان هناك فقط وقت كافي من 28 أوت إلى غاية 21 سبتمبر، تقريبا شهر كامل. إذن المفروض أن المؤسسات التربوية الآن أصبحت جاهزة بالكامل لاستقبال متعلمينا وأبنائنا وتلاميذنا. على السادة المديرين أن يضطلعوا بمهامهم على الأكمل على الوجه الأكمل، على السادة الأساتذة أيضا أن يضطلعوا بمهامهم على الوجه الأكمل، وعلى الأولياء أيضا أن يتوقفوا عن التهويل المبالغ فيه في أحيان كثيرة. يتحدثون ربما عن ضغط المحفظة، يتحدثون عن ضغط البرنامج، البرامج عادية وهي بمعايير عالمية. المحفظة وزارة التربية الوطنية ساهرة دوما على تخفيف الحبل وتخفيف العبء ومرافقة أبنائنا التلاميذ من أجل أن يصلوا إلى بر الأمان. إذا قام كل بدوره من الإدارة إلى الفريق البيداغوجي المتمثل في الأساتذة، إلى الأولياء، إلى تربية أبنائهم كذلك على احترام العلم من أجل العلم، أعتقد أن الأمور ستكون في نصابها، وأعتقد أن الدخول سيكون طيبا. وأرى بأن السنة الدراسية بكل هذه التحضيرات، بكل هذا التعب المضني، بكل هذا التفكير الجاد من وزارة التربية من أجل تمدرس آمن وسليم، ومبدأ تكافؤ الفرص لجميع متعلمين المنتشرين في بقاع هذا الوطن الحبيب، أعتقد إن شاء الله أن السنة ستكون موفقة بحول الله، بحول الله إذا اطلع كل لمهامه في حدود ما يسمح القانون. لكل التلاميذ بحول الله. شكرا جزيلا لك يا الأستاذة حسناء. شكرا جزيلا. أنت مفتشة بتعليم المتوسط، مادة اللغة العربية. نعم، بمادة اللغة العربية. شكرا، بارك الله فيك. إذن مشاهدينا ننتقل الآن إلى هذا الحوار مع الزميلة حنان حداد من ولاية خنشلة، مع مدير الثقافة لولاية خنشلة حول المهرجان المحلي الثقافي للموسيقى والأغنية الشاوية، مع حنان حداد. نعم، مرحبا بكم زملائي في الاستوديو المركزي، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. نحن اليوم متواجدون هنا بولاية خنشلة، هذه الولاية العريقة بتاريخها. تحتضن اليوم ولاية خنشلة المهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية الشاوية في طبعته العاشرة. يحضر معي السيد محمد علواني مدير الثقافة بولاية خنشلة، مرحبا بك سيدي. مرحبا بكم أختي كريمة، مرحبا بالتلفزيون الجزائري في أحضان ولاية خنشلة، ولاية خنشلة الكبيرة بتاريخها وبعلمائها، وكذلك مرحبا بكم في مهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية الشوية. نعم. مرحبا بك. بداية سيدي دعنا نتحدث قليلا عن واقع الأغنية الشوية خاصة عموما والأغنية الشوية هنا بولاية خنشلة خاصة. نعم، كما تفضلتم خنشلة كبيرة بتاريخها القديم وتاريخها الثوري، وكبيرة كذلك بمفكريها وعلمائها. الأغنية الشاوية هي من أهم الروافد للثقافة الشعبية هنا بالولاية، تعتبر رافد مهم جدا من خلال كلمات الأغنية الشاوية. الأغنية تحاكي في طياتها تاريخ حياة اليومية لمنطقة الأوراس ككل، أولا كمنطقة الأوراس عموما وخاصة منطقة خنشلة ولاية خنشلة الكبيرة تاريخها الثوري. إذن من خلال الأغنية، من خلال كلمات الأغاني، تقدري تتعرفي على هذا التاريخ، هذا الموروث الثقافي، وخاصة الموروث الذي توارثه الأجداد عبر عصور من الزمن، يحاكي التراث اللامادي، كيفاش كانوا عايشين، كيفاش كانوا أمور كثيرة، وكذلك الحقبة الاستعمار، الثورة الاستعمارية، تلقاي في من خلال الكلمات الكثير من الأمور اللي استفادوا منها المختصين في الأنثروبولوجيا، وكذلك استفادوا من خلال الأغاني المتداولة، والآن ولت بفضل عصرنا وتسجيل هذه الأغاني الأغنية الشوية، ولا عندها صدى كبير على المستوى الوطني المحلي وكذلك الدولي. سيدي نتحدث شوية على توقف هذا المهرجان والعودة للساحة والواجهة. المهرجان توقف وغاب لسنوات،
كيف كانت الانطلاقة في هذه الطبعة؟ نعم، توقف المهرجان ليس فقط مهرجان الأغنية الشوية، توقف المهرجانات على المستوى الوطني، ونقدر نقول توقف الأحداث الثقافية والرياضية ككل في العالم بسبب جائحة كورونا. الحمد لله بفضل الله، أولا بفضل السياسة الرشيدة للدولة الجزائرية. الجزائر كانت سباقة من دول سباقة لتخطوا هذه الأزمة، لأنها أزمة عالمية. من خلال هذه السياسة الرشيدة تخطينا هذه الأزمة، وبعدها إعادة بعث هذه المهرجانات بفضل كذلك جهود وزارة الثقافة من خلال بعث العديد من المهرجانات الوطنية والدولية وحتى المحلية. الآن نحن في أحضان مهرجان الأغنية الشوية. سيدي، دعنا نتحدث قليلا عن الهدف من إقامة مثل هذه المهرجانات، خاصة مهرجان الأغنية الشوية. فالهدف من هذه الأنشطة الثقافية وهذه المهرجانات أولا هو بعث الثقافة المحلية، وكذلك إعطاء فرصة للشباب وتفجير الطاقات، وكذلك إبراز الثقافة من خلال الأغنية ولا من خلال المهرجانات المتنوعة، عبر مهرجان كان سبق هذا المهرجان مهرجان مسرح الطفل هنا بدار الثقافة، تفجر طاقات كبيرة من الشباب. اكتشفنا أطفال وشباب مهتمين بجانب المسرح، وكنا نهضروا على المسرح كذلك ونهضروا على الجمهور هنا بالمنطقة ككل بولاية خنشلة متعطش كثيرا لمثل هذه التظاهرات الثقافية. أكيد. سيدي، برنامج وفعاليات هذا المهرجان في طبعته العاشر. نعم، برنامج في بعد المهرجان وتم تأجيله لعدة مرات. المرة الأخيرة تم تأجيله بسبب الحرائق للولايات المجاورة، تأجل تعليق الأنشطة على المستوى الوطني، منهم تأجل مهرجان الأغنية الشوية. والحمد لله بعد هذا المهرجان من جديد تم احتفلنا بالمهرجان من خلال الافتتاح اللي كان يوم السبت 10 سبتمبر ليدوم 4 أيام إلى غاية 13 سبتمبر. حضر الافتتاح ممثل السيدة الوزيرة والسيد ولي الولاية، الأسرة الثورية، السلطات المحلية والأمنية هنا بولاية خنشلة. الافتتاح عرف نجاح من الناحية التنظيمية، وحتى نقدر نقول حتى من الناحية الفنية والتقنية. أظن أنه تخلل هذه الفعاليات ورشات. حبيت نهضر على حفل الافتتاح اللي كان تميز بمنتوج ورشات اللي كان من قبل منذ شهر كان تحضير لورشات أكاديمية في مجال كلمة الأغنية الشوية، ومن خلال ليزانستريمون الآلات الموسيقية اللي دخلت جديدة في الأغنية الشوية من خلال عصرنة الأغنية الشوية. العمل كان من تقديم شباب على ركح دار ثقافة. الأغاني كانت ثورية، وحنا ارتأينا يكون هذا العرض بصبغة ثورية تزامنا مع ذكرى استرجاع السيادة الوطنية. كذلك كانت كلمات للسيدة الوزيرة وسيد والي ومحافظ المهرجان. كذلك كان تكريم لوجوه فنية، قامات فنية قدمت الكثير للأغنية الشوية في المنطقة وفي منطقة الأوراس. الفنان الكبير جمال صابري الملقب بجو اللي أدى الأغنية الشوية إلى العالمية وقدم كثير ويعتبر رمز للأغنية الشبابية والمعاصرة. عن تعريف جمال صابري. كذلك في مجال الفولكلوري تم تكريم وجه فني معروف هنا بخنشلة، جمعي حقاص. كذلك في مجال
الفولكلور تم تكريمه، وكانت لنا وقفة لشاب افتقدته الساحة الثقافية هنا بخنجلة في السنوات الأخيرة، دريه محمد، هو موسيقي معروف، خدم مع العديد الفنانين في على مستوى الجزائري، نذكر محمد الأمين، خدم مع زكية محمد، خدم حتى كان عنده تسجيل مع الشاب حسني، يعني شاب معروف في المجال. أظن أن تخلت الفعاليات تصفيات لنهائي مسابقة الأغنية الأمازيغية التي ستقام بولاية تمرست في نوفمبر القادم. نعم، كانت مشاركة لولاية، كانت أكدونا مشاركة حوالي 5 ولايات بين منطقة بسكرة، بتنا، تبسة، أمبواقي، سقاراس، وكان اللي ما حضروش، كان فرق اللي ما تمكنتش ما أسعفهاش لحد تحضر، ولكن كانت مشاركة ولاية بتنا باقي مشاركة قوية، وحتى لجنة التحكيم حاروا في ما بقوا في حيرة من أمرهم لتقارب المستوى، كذا كان فرقة من بين هذه الفرق يعني دخلت ديزانستريمو آلات موسيقية جديدة في الأغنية الشوية مما عملوا في العصر هذه الأغنية، وكذلك في مجال الفولكلوري كان هناك تنافس كذا. الفرق المشاركة والطبوع المشاركة في هذه الطبعة مختلف طبوع، إضافة إلى على هامش، ما نقولوش على هامش المسابقة، كانت مسابقة في الصبحيات، مسابقة يعني أمام لجنة التحكيم، وكل مساء كان من ابتداء من الساعة 6 مساء إلى غاية 9 ليلا حفلة فنية، سهرات فنية فولكلورية تراثية. احنا ارتأينا من خلال توجيهات السيدة الوزيرة وقطاع الثقافة اعطاء فرصة للشباب، شباب للهواة مع الفنانين الكبار، يعتليوا الركح المهرجان لاعطاء فرصة للشباب ولتفجير طاقتهم، وهذا تقريبا بين الاهداف اللي سطرناها لهذا المهرجان. نقدروا نذكروا عدد الفنانين اللي فاتوا في هذه الفترة، حوالي 30 فنان، وهاد 30 فنان باش يفوتوا في خلال يومين أو ثلاثة هو تحدي في نفسه لمحافظ المهرجان وأعضاء المحافظة، يعني تحدي كبير. والحمد لله كانت سهرات ناجحة بكل المقاييس من خلال الحضور المكثف للعائلات، وهذا شيء جديد هنا في المنطقة، عائلة الخنشلية يقصدوا يحضروا هذه الحفلات العائلية وبكلمة محترمة. وكانت قبل ما الفنانين خاصة الشباب يعني من خلال يعطونا قائمة الأغاني اللي يديرها، يعني كانت هناك مراقبة فنية وتقنية لكل السهرات من خلال المدير الفني والأعضاء المحافظة واللجنة المشرفة على المهرجان. يعني حبينا نقولوا باللي الجمهور الخنشلي كان متعطش لهذه الأغنية، اللي إذا كان فيه إقبال كبير على الحفلات والفعاليات. تقييمكم أنتم لهذا الإقبال ولهذا الطبع من المهرجان؟ بعد يعني اعطاء إشارة انطلاق الأنشطة الثقافية ككل في هذه الصائفة على غرار باقي ولايات الوطن، كان هناك برامج كثيرة لبرامج الصيف والاصطياف عبر الولايات الوطن، وكنا كقطاع الثقافة هنا بولاية كنا نظمنا سهرات خارج القاعة في ساحة الشهيد عباس الغرور، وإن التمسنا جمهور متعطش، وكذلك في هذه الطبعة العاشرة لمهرجان الأغنية الشوية كان جمهور قوي حضر واستحسنوا المبادرة، وإن شاء الله تفعلوا كثير. نعم تفعلوا، خاصة العائلات، نركز على العائلات يتجاوبوا كثير على في المهرجان ومن خلال الحفلات. إذن كلمة أخيرة سيدي. كلمة أخيرة، يعني نجح المهرجان بتضافر الجهود،
بتضافر جهود من وزارة الثقافة على رأسهم السيدة الوزيرة والسلطات المحلية أولي الولاية. كان أشرف شخصيا على متابعة التحضيرات، عقد عدة جلسات واجتماعات لنجاح لسخر كل الإمكانيات المادية، وإحنا قطاع الثقافة سخرنا كل الإمكانيات من دار الثقافة، المكتبة الرئيسية، المتحف، مديرية الثقافة، يعني جندنا كل الإمكانيات لهدف واحد، نجاح المهرجان. كذلك كاين نقطة مهمة بالإضافة إلى حضور التلفزيون الجزائري، محطة قسنطينة ومكتب خنشلة ولاشين كات، يعني وكذلك حضور القنوات الخاصة من فوالا، حضور إعلامي متميز جدا في يوم واحد، يوم الافتتاح أكثر من 10 روبورتاجات، وخلصنا الافتتاح على 7 على النشرة الثامنة، كان هناك يعني باساج في النشرة الثامنة، وهذا شيء يشرف الولاية ويشرف القطاع ويشرف، وهذا من علامات نجاح المهرجان. إن شاء الله أكيد هو مهرجان كبير ويستحق هذا الصيت اللي وصل له. في الأخير سيدي نشكرك على تلبية الدعوة، شكرا لك على كرم الضيافة. مشاهدينا الكرام شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. عودة إليكم زملائي في الأستوديو المركزي، شكرا. شكرا لك يا الزميلة حنان حداد ولضيفك الكريم مدير الثقافة لولاية خنشلة. متواصلون معكم مشاهدينا، فاصل ونواصل. We'll be right back.
هذه الإنجازات تعرض عليكم يوميا من خلال هذه الأعمال على شاشة القناة الإخبارية للتلفزيون الجزائري الذي يواكب أفراح الجزائر. التلفزيون الجزائري، صورة الجزائر. إلى نجم تحت المجهر مع البطل يونس الموشي ملاكم المنتخب الوطني وبطل إفريقيا لوزن 75 كيلوغرام. السلام عليكم. الملاكم الموشي يونس 27 سنة من جمعية أبطال القسنطينة، بطل إفريقيا ومتأهل إلى الألعاب الأولمبية 2021. الموشي يونس بدأ الملاكمة في متأخرة ما فيها في العمر، كان في عمره 17 سنة وإن كان دوزيام أني جونيور، وين كانت مأمورية صعيبة باسكو ما بوكساش تما لي كاتيغوري صغار ايكول وكادي. بديت لا بوكس، حببني فيها المدرب تاعي اللي نوجه له تحية، بن يحيى مراد، اللي حببني في الملاكمة وعطاني تما دروس مليحة في الملاكمة بزاف. دخلت كنت نونتريني فول كونتاكت، ونهار اسسوا جمعية جديدة تاعنا، هذه الجمعية الرياضية لأبطال قسنطينة، وحطوا فيها لا بوكس. رحت جربت لا بوكس وكان المدرب تاعي تما اللي حببني فيها بزاف وعطاني تما ملاحظات بزاف وخلاني نحب الملاكمه ونتفرغ ليها، نتفرغ تما حبست السبور الاخر وكملت في البوكس. بون التتويج تاعي الاول كان في سنه 2013 بطوله الجزائر، وبعدها توجت بالميداليه الفضيه في بطوله الجزائر كذلك في 2014، وتم استدعاء للفريق الوطني من طرف المدرب المتواجد معنا في الطاقم الفني بحوس مرشود. بعد ذلك قمت بعده تربصات مع الفريق الوطني، حصلت على بطوله الجزائر 6 مرات، وصيف بطل الجزائر 3 مرات، شاركت في البطوله العربيه 2019 وتحصلت على المرتبه الثانيه، واخيرا البطوله الافريقيه 2020 وتحصلت على الميداليه الذهبيه وتاهلت منه الى الالعاب الاولمبيه 2020. الرحله الى السنغال هي تسمى ما ننساهاش حياتي كامل، لانه حققت فيها الحلم تاعي، والطريقه كذلك اللي كانت طريقه صعبه بعد ما توجهت الى السنغال بروتار، رحت تسمى روتار لحقت في ليله الكومبيتيسيون، وين كانت عندي الحظ اني ما شاركتش في اول في القرعه، طيحتني في التروازيام جوره الكومبيتيسيون، رحت لها درجه درجه، بوكسيت المنازله الاولى ضد ملاكم من انغولا، تفوقت عليه بالنقاط بفارق كبير في النقاط. المنازله الثانيه في ضد جزر الموريس، معروفين جزر الموريس بالملاكمه، وقفته في الجوله الثالثه في الضربه القاضيه. والمنازله النصف النهائي هي ضد المتصنف الاول في افريقيا اللي كانت هي مفتاح العبور الى الاولمبياد، وين حطيت السما كامل واش عندي، تفوقت عليه في الجولتين الاولى والثانيه، والجوله الثالثه وين لعب لي زعما الفيزيك كان هو صحيح عليا، وكان المهم تما جيريت تروازيام روند وين ربحته.
وربحته تما كنت بوكسيت لا فينال سون بريسيون بوكسيت هكاك تما بور لو بليزير و بور زعما الكلاسمون باسكو ندي 400 بوان في الكلاسمون مونديال من بعدا ربحته تما ربحته تقدر تقول بالاداء والنتيجه. بون سند الاول تاعي هو والدي بطبيعه الحال خطراكش بال الاب تاعي هو اللي كوفراني كي كنت تما نقرا ونونطريني هو اللي كوفري لي فري تاعي وكذلك المدرب تاعي اللي وقف معايا تما في السراء وفي الضراء وقف معايا ماديا ولا معنويا عاونني بزاف تما في الخساره ولا في الرباح عطاني لي لوسون دو مورال بزاف كذلك المدربين هنا في الفريق الوطني رئيس الاتحاديه تاعنا كذلك رئيس الرابطه الوطنيه رابطه قسنطينه للملاكمه ورئيس الجمعيه ثاني نوجه لهم تحيه كامل الاصدقاء تاعي ثاني لونتوراج ونسكن هنا كارتي بوبيلار لاستير بير نوجه لهم تحيه ثاني كامل سكان لاستير بير تمني تشجعوني كامل صافي بليزير كي تجي ماشي بكل صحه يونس صحه يونس صحه يونس الشامبيون تاعنا هادو الحوايج تما يطلعوك المورال ويخلوك تمد بليس. بعد التأهل الى اولمبياد في 2020 رجعنا في اول في بريمير مارس وبعدها 15 يوم كان اغلاق جميع الخطوط الجويه واغلاق جميع المنافذ تم حبست على سبه كورونا والعالم كامل توقف وين تما استغليت الفرصه هذيك مع المدرب تاعي وين ما توقفتش كنا ندربوا بصفه مستمره بعدها رجعنا للتدريب في اوت 20 اوت رجعنا للتربصات درنا تحضير بدني في تيكجدا مع المدربين اللي كانوا مشاو معنا وسيروا سيرونا باسكو كنا تما ناقصين مونك كومبيتيسيون مونك بزاف سيرونا في رفعنا النسق بشويه بدينا الخرجات رحنا تورنوا في صربيا وين تحصلنا على ثاني نتيجه ايجابيه ما راحش الفريق كامل بسبب اصابه بكورونا تحصلنا على ميداليه ذهبيتين انا يا بولودينات زميلي وتحصلت انا كذلك على احسن ملاكم في الدوره وميداليه فضيتين بوسط كرام ومرجان وميداليه برونزيه بوسط بفضل الملاكم اي تبقى ثم رحنا في 6 وجبنا 5 هذه ميداي ثم نتيجه ايجابيه بزاف بعد ذلك جينا هنا مع تربصات وكذلك رحنا لتربص في مدينه في لا هونغري المجر درنا تورنوا ودرنا ثاني درنا 16 ومن بعد درنا تورنوا جبنا ميدالية الثروة 3 ميداليات فضية بواسطة ملاكم بن شبلة عبد الحفيظ وفليسي محمد ثاني ميدالية فضية وكذلك الملاكمة خليفي إيمان ان شاء الله عندنا خرجه هذا الاسبوع نروحوا لتركيا ثاني ونقعدوا نديروا تورنوا ونديروا ستاج ثاني ان شاء الله وبعد ذلك يجي شهر رمضان وين كاين فيه ستاجات ثاني ان شاء الله كاين بروغرام مليح. الميداليه الاولمبيه هي حلم كل اي رياضي وانا مش راح ندخر اي جهد في الحصول على ذلك لاني بواسطه راح نفرح والدي راح نفرح الشعب الجزائري كامل وكذلك نحقق الحلم تاعي لاني الحلم تاعي هو الميداليه الاولمبيه ومانيش راح نتوقف ان شاء الله حتى نهز الاعلام تاعي ان شاء الله. العاب البحر الابيض المتوسط هي تسمى تيتر كبير ثاني وصافي بليزير تما راح نديروها في الجزائر وعندها نكهه خاصه كي تكون في الجزائر هنا ومدينه الباهيه وهران تما راح تكون عندها نكهه خاصه ان شاء الله نتوجهوا بالميداليه الذهبيه ونهديوا الجزائر الميداليه ونهدي نفرحوا الجزائريين وكذلك لونتوراج تاعي المدربين تاعي ونحقق الحلم تاعي ثاني كذلك لانه حلم تاعي اني نتوج بتسمى الميداليات الممكنه كامل ان شاء الله.
الاحتراف في الملاكمة بالنسبة لي أنا هو تسمى الحلم والهدف كذلك، لأني نشوفه أنا تسمى شغل ستاج الأخر تاع البوكس كما تقدر تقول باش تبوكسي في الـ FC خصوصا في المنظمات العالمية الكبرى WBC ولا OB HBO وين تسمى كاين ملاكمين عالميين كي تكون تسمى وين تقدر ترياليزي تسمى أن تيتر تما تسمى تقدر تقول أنا درت بوكس وأنا بوكسور عالمي تقدر تقول صح تسمى أني وصلت الهدف تاعي. الطموحات المشي كما قلت لك هما التتويج بجميع الميداليات الممكنة والتوجه إلى الاحتراف ثاني كذلك نقوم بعدة منازلات احترافية بعد ذلك ربما ثم نتوجه إلى التدريب وين نحل صالة في قسنطينة وين ننقل زعما واش تعلمت أنا وننقل الخبرة تاعي للأبناء الحي تاعي ولا وإن شاء الله نخرج دي شامبيون بوركو با. ممكن كلمة أخيرة نقول لهم لجميع الرياضيين تسمى عليكم بالخدمة وتسمى واحد ما يفقد الأمل زعما ويقول المسؤول المدار وليش ولا المسؤول المدار وليش صح تسمى لازم المسؤولين يعاونونا ولكن كذلك لازم تكون العزيمة ولازم تكون الإرادة ولازم نخدموا ولازم تسمى شوية من عندهم وبزاف من عندنا حنا باش الواحد رياليزي البي تاعو وما نقولوش الحاجة بعيدة ولا زعما ما نقدروش نوصلوا تسمى النيفو تاع لي زوروبيان ولا باسكو الخدمة كلشي بالخدمة وما فاتونا بالخدمة والانضباط حنا ثاني ثم نقدر نضبطوا ونوصلوا ان شاء الله نهزوا على الجزائر. التسهيلات لقيناهم على المستوى نتاع الدولة ونتاع سيرورة نتاع الحركة السياحية كنا نعاني وبكري في ذرك البلاد الحمد لله ما عندنا حتى مشكل. نشكر الدولة ورئيس الجمهورية المجهودات اللي راهم يبذلوا فيها. والآن مشاهدينا ننتقل إلى غرفة الأخبار في هذه التغطية المباشرة والخاصة بحفل تكريم أبطال كأس العرب للناشئين لفئة 17 سنة والتي يشرف عليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.